بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت كده كويس؟ تسمعوني؟ بتسمعوا كل حاجة معايا بقى؟ تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلاما دائما متلازمين إلى يوم الدين وبعد. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أهلا يا دكتورة حنان، ازيك؟ عاملة ايه؟ أهلا ليلى، أهلا بيكم معايا إن شاء الله في الدبلومة الجديدة. أنا عندي مشكلة على الفيس، ناس كتيرة جدا بتحاول توصل لي وبحاول أوصل على الإيميلات، بس انا مش عارفه اتواصل مع حد. كل ما بكتب الكتابه بتاعتي المسج ما بتوصلش. طيب هايل، شكرا. فانا بعتذر لكم كلكم. انا حتى النهارده لما تعبت غيرت اكتر من مره الباسورد، رحت عامله اكونت تاني يعني احاول انزله يا اما احل مشكله الفيس عندي. اهلا يا ابو حمزه، مرحب بيك. رابط التسجيل في الدبلومه، يا ريت الدعم ينزله. الصوت مش واضح؟ لا انا متهيألي ده انا المايك بتاع اللاب عندي عالي جدا. في صدى صوت؟ طيب الصوت 10/10 اهو. معلش غير المتصفح حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله. انا النهاردة المفروض كنت ابدأ في الشهادات، اقول للناس كلها ان الشهادات بتاعت الدبلومة بتاعت اعداد القاعدة خلصت. هي انا خلصت الاسامي كلها والمفروض ان انا اسلمها للدارين، بس انا عندي مشكلة، معلش مش عارفة اتواصل معاهم، عشان كده معرفتش اسلمهم النهاردة عشان يعملوا لكم الشهادات. فانا بعتذر، انا مش عارفة النت اليومين دول سيئة جدا جدا. وبإذن الله هنتواصل مع بعض على موضوع الشهادات ده على الجروب. انا نزلت اسامي الناس، في ناس قالت ان اساميها مش نازله. استاذ محمد اهلا بيك. انا بتكلم على حاجه دبلومه عدت، احنا النهارده اول ميعاد لينا في الدبلومه بتاعت البرمجه اللغويه العصبيه، لكن احنا من حوالي 20 يوم كنا عندنا دبلومه اعداد قاده خلصت، والناس كانت النهارده المفروض ان اسلمها الشهادات، لكن لظروف الفيس والمشكله اللي عندي انا الدبلومه دي ان شاء الله هتستمر، هتبقى مره كل اسبوع ساعتين لمده 8 محاضرات. وده رابط التسجيل بالكورس. من اساسيات الدبلومه ان احنا ان شاء الله نتواصل. في شهاده باذن الله، في شهاده، بس الشهاده ليها شروط عشان تاخد الشهاده ان شاء الله. الشهادة لازم نتواصل مع بعض على الجروب، وفي هوم ورك هيتعمل، وان شاء الله هنحاول برضو نعمل عمل جماعي عشان نعمل كوميونيكيشن سكيلز وننمي مهارات التواصل مع بعض. بعد ما بنخلص الدبلومة الكل لما بيستوي الشهادات ممكن يا جماعة تحطوا لينك الجروب علشان هم طالبينه. لما نستوفي الدبلومه كلها تخلص بنخلص الدبلومه، بنخلص الهوم ورك كله، وبعدين بنطلع ال ما بعتذر معلش وبعدين بنطلع الشهادات الكل باذن الله. في اي استفسار حضرتك تواصل مع منطقه دارين، هو هيوضح لك كل حاجه دي، كل المواضيع دي تتم ازاي. تمام؟ في اي توضيح قبل ما نبتدي في دبلومه البرمجه النهارده تخص اي حاجه قديمه بينا الناس الموجوده، عشان انا مش عارفه اتكلم على الفيس.
لا دي لسه ما لسه انا هتكلم فيها. الله يخليك، جعله في ميزان حسناتكم وحسناتنا بإذن الله. لا مش محتاجة أي خلفية، دبلومة احنا بنبتدي الدبلومة من الأول خالص، مفيش أي خلفية خالص عن أي حاجة، مع بعض من الأول خطوة بخطوة خطوة بخطوة بإذن الله هنوصل لنتيجة كويسة في نهاية الدبلومة. مش شغال اللوج إن، اللوج إن هي أستاذة ياسمين بتقول إن إن في مشكلة في الشهادات. اهلا يا خلود، ازيك عامله ايه؟ طيب كده واضح ان مفيش اي اسئله عن القديم. نبتدي النهارده في الدبلومه بتاعتنا. اهلا يا فريح فرحان ابو بكر، اهلا بيكم كلكم. اهلا يا بسام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم. هبتدي اعرف نفسي عشان في ناس جديدة النهاردة معانا لأول مرة. وبعدين انتوا تعرفوني بنفسكم في سطر واحد، جهزوا السطر. انا عضو بنقابة مدرب التنمية البشرية، مدرب معتمد من جامعة مانشستر، مدرب معتمد من نقابة مدرب التنمية البشرية ومن عطاء للتنمية البشرية، ممارس من المجلس العربي للبرمجة اللغوية والعصبية، درست تنويم إحرائي، درست علم الطاقة، خدت إعداد قادة مع دكتور طارق سويدان وخدته مع دكتور وليد فتحي، اشتغلت في التسويق واشتغلت في الاتش ار واشتغلت في الإدارة حوالي 15 سنة، عضو بنقابة المهندسين الزراعيين وعضو مؤسس بفريق معه للقمة، أكاد أكون القائد بتاع فريق معه للقمة، وعضو مؤسس بفريق رواد التغيير وعضو مؤسس بجمعية رواد الحضارة. ويسعدني ويشرفني ان انا اكون من المحاضرين لملتقى الدارين. ملتقى الدارين من احلى وامتع الاماكن اللي الواحد ممكن يتعاون فيها مع الناس ويشتغل معايا، حقيقي مكان متميز جدا جدا وافراد متميزين وبينهم وبين بعض تواصل هايل، وفعلا انا استريحت جدا جدا في الشغل معاهم. وبعدين التقنية عندهم عالية جدا، التقنية عندهم ممتازة ما شاء الله عليهم، في التقنية ممتازين، ولو احتجت اي دعم باي طريقة بيجيلي بسهولة جدا جدا جدا، مفيش منه اي مشكلة. انا بعتقد ان باذن الله الدارين هتغير وجهة نظر العالم الاسلامي كله للتنمية البشرية، وهتدعم العالم الإسلامي كله. مش بس طبعا الدارين مش شغالة في التنمية البشرية بس، شغالة في علوم كتيرة جدا، بس أنا بتخصصي أنا في علم القيادة وفي التنمية البشرية. إن شاء الله بإذن الله الدارين هتدعم ده على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي، ده على مستوى العالم كله، وفي فترة قصيرة علشان التكنولوجيا اللي هم شغالين عليها عالية جدا جدا والتقنية اللي هم شغالين عليها عالية جدا جدا، هتكون سبب اساسي في ان يبقى في تواصل بين العالم العربي والعالم الاسلامي والعالم الخارجي على احسن ما يكون، وربنا يقدرنا ونكون احنا نكتة فيهم ونكون احنا لينا دور ولو بسيط في اللي هم بيعملوه. ربنا يجزيهم عننا وعن العالم كله كله خير. ان شاء الله باذن الله الدارين في مكان متميز جدا جدا وناس متميزة جدا جدا، واحسن عمل جماعي انا شفته في حياتي بجد، متناسقين وعندهم روح التعاون، ناس كتيرة جدا علشان اتكلم معاكم بيتعاونوا مع بعض لحد ما بنوصل لمرحلة ان احنا نتواصل مع بعض واقدم لكم المحاضرة. هما مش باينين انا اللي ظاهرة، بس هما برضو
اكيد كلكم عارفين ان في دعم، في تسويق، في تواصل معايا، وفي مساعده ليا لما بيكون عندي اي مشكله في الاعداد، وفي دعم هايل على كل المستويات. فانا بشكر الدارين جدا جدا جدا، وبشكر حضوركم جدا جدا معايا، وباذن الله هنكون مع الدارين لعالم جديد من التغيير. انا عرفت نفسي بالظبط، هما بيطبقوا الاسلوب الصحيح للعمل الجماعي، ومش بس كده، هما لما بيطبقوا الاسلوب الصحيح للعمل الجماعي عندهم حته ان هما كل واحد فيهم همه النتيجه اللي هتطلع. اهلا يا استاذ محمد، اهلا بيك، مصمم مواقع انترنت هايل. احنا مش هنقفل الشات غير وقت الاسترخاء، الدعم معايا وقت الاسترخاء لما نعمل جلسه استرخاء، وهتكون في الاخر هنقفل الشات. فرهان ابو بكر مهندس كيميائي ومدير ضبط الجوده في شركه الصناعات النسيجيه، يا ريت نكتب مكان البلد بتاعتنا يا جماعه. عبد العزيز زيتا مدير التسويق، مدير مكتب تسويق بمركز سيبا للتدريب، اهلا بيك. استاذ حسن حسين منسق عام من المجموعه المصريه للميديكال سيستم، اهلا نورتونا. عمرو خالد فرج شحاته طالب في جامعه حلوان مشارك في الانشطه الطلابيه، ممتاز. محمد ياسين خريج كليه علوم، خريج علوم كيمياء السودان. سامي، انا اسمي سامي من تونس، وانا اول مره احضر معاك، وانا مهتم جدا بالتنميه البشريه، اهلا بيك. فريحان من الاردن. ليلى عمران، اهلا يا ليلى، منوراني والله، وانا سعيده جدا ان انت بتحضري معايا الدبلومه الثانيه ليا في الدارين. ليلى عندها شهاده في اداره الاعمال لم اعمل بها. بسام من اليمن طالب. محمد عوض معلم كمبيوتر. ليجين في لبنان طالبه، والمره الثانيه معايا باذن الله. مهندس امين العلاوي، متهيألي حضرتك محاضرتي معايا مهندس امين قبل كده، طالب هندسه شبكات. ليلى عمران، شكرا يا ليلى. نورهان سمير من مصر، اداب القاهره. شيماء ليسانس حقوق. بتول من الاردن. حنان عيسى حبيبتي للمره الثانيه بتحضري، من اكتر الناس نشاط ومن اكتر الناس تميز. احمد فايز من المنوفيه. خلود عزت من القاهره، اهلا يا خلود، خريجه المعهد العالي، المره الثانيه معايا. صبا، سبق، الله اسمك جميل، كان عندي واحده زميلتي اسمها سبق وانا في ابتدائي على اسم ملكه سبق. امجد طالب فنون. محمد طالب في كليه جامعه حلوان. حكيم فرنش. ساره تربيه. نيفين مصري ليسانس. سمر مصطفى بكالوريوس تربيه دبلوم تربيه خاصه من طنطا. انا ساره عبد العزيز من اليمن. السيد الشامي اسكندراني، اهلا، انا زوجي اسكندراني على فكره، طالب كليه اداب. محمد بكالوريوس تجاره هندسه، اهلا، حضور النهارده الحمد لله كويس. خالد العربي بكالوريوس نظم معلومات. خلود عزت، حضرتك حضرتي معايا الدبلومه طبعا، وانا سعيده جدا جدا بان انت تحضري معايا دبلومه البرمجه. يعني علي محمد من الاسماعيليه. نبيل كليه اداب. طارق سينيور انجينيرنج سمارت فيليج في القريه الذكيه. اسماء بكالوريوس تجاره انجليزي الزقازيق، اهلا يا اسماء، اهلا بيكم كلكم. محمد خريج تجاره الزقازيق. طارق من القاهره. حسنين من سوهاج. ياسمين سكرتيره في شركه ملاحه مصر وعضو جمعيه الفجر الجديد. خلود من سوهاج. ابراهيم جلال، تقريبا احنا كلنا تعرفنا ببعض كده. رشيد عثماني طالب كليه اداب اللغه الغربيه، اللغه العربيه بالمغرب، اهلا بيكم بكل اهل المغرب. كليه طب عين شمس. محمد حسين اسوان محاسب ديكيلو باترا جروب، اهلا بيك. هنلحق ان شاء الله قبل المغرب، هديكم ان شاء الله ريست مع المغرب، وانا مسروره جدا، بس كان لازم اتعرف بيكم علشان تبقى بدايه المحاضره باذن الله، بدايه الدبلومه، كل شيء واضح بالنسبه لنا، واضح الناس اللي كانوا معايا والناس اللي موجودين النهارده. محاور الدبلومه بتاعتي، اول حاجه هنتكلم طبعا اهلا بسعيد مصر واهلا بالوطن العربي كله. هنتكلم عن علم البرمجه بمفهوم، يعني ايه علم برمجه. هنتكلم عن الافتراضات المسبقه للبرمجه اللغويه العصبيه، ودي من اهم الحاجات
اللي انا بدعمها في البرمجه، هي دي الحاجه اللي هتفيدك فعلا واللي هتفيدكم كلكم. فيا ريت تركزوا معايا في الافتراضات كويس قوي، لان الافتراضات دي انا بعتبرها علم حياه. هنتكلم عن مهارات اتصال الشخص بذاته، دي اسمها الروابط. ازاي انا يكون عندي شويه مجموعه روابط في حياتي وانا مش واخد بالي، وازاي اتعامل مع الروابط دي. هنتكلم عن مهارات الاتصال بالغير، انماط الشخصيات. انماط الشخصيات دي لذيذه جدا جدا، بنعرف بيها الشخص اللي قدامنا بيفكر ازاي. وطول ما انت بتربطها بالناس اللي قدامك وتبقى ماهر فيها، ممكن تعرف اسرار الشخص اللي قدامك، ازاي تتعامل معاه وازاي تقدر تحتويه وتستوعبه. وهنتكلم ازاي نكون عندنا فن في الاتصال ونكون متفوقين فيه باذن الله. دي محاور الدبلومه بتاعتي. الجزء الاول وهيكون بواقع 3 محاضرات، هنتكلم عن نبذه عن البرمجه اللغويه والعصبيه، ده هيتم النهارده. وهنتكلم عن نشاه البرمجه اللغويه والعصبيه، وده برضو ان شاء الله هيتم النهارده. وهنتكلم عن مجموعه فرضيات، هناخد جزء منها النهارده لو لحقنا فرضيه او اتنين، والاسبوع الجاي هنكمل بقيه الفرضيات، والاسبوع اللي بعده هنكمل بقيه الفرضيات. هنتكلم عن الفرضيات، هقولها دلوقتي، وعايزاكم تحفظوا فرضيات كتير قوي. مهم قوي ان تحفظ الفرضيه، والهوم ورك بتاعنا هيبقى على الفرضيات بتاعتنا. انا اوريدي بطبق الفرضيه على حاجات، يا اما من حياتنا، يا اما من السيره، يا اما من التاريخ. فانا هطلب منك كل فرضيه ان انت تطبقها لي على حاجه في حياتك وتبعتها لي. الفرضيات دي كتيره قوي، في ناس حاطه 25 فرضيه. دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه كان الاول لما كان بيتكلم في 13 فرضيه، وبعدين اخر مره لما اداها قدامه 17 فرضيه. تمام، انا لقيت ان ال 17 فرضيه حلوين قوي، وبعديهم هو اعاده. طبعا بتفيد جدا 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 يا استاذه سمر في التعامل مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. لا مش لا بالعكس، هي بتفيد في كل نواحي الاتصال، بتفهمك حاجات كتيره جدا تخص حاجات كتير قوي. البرمجه اللغويه والعصبيه بيستخدموها في كل حاجه، انا عن نفسي بشرح بيها ارشاد اسري، بستعين بيها في اعداد القاده، بستعين فيها في كل في الاطفال. انا بتعامل مع الاطفال بالبرمجه اللغويه والعصبيه، بدي لهم كورسات، بس ما بديهمش الدبلومه، بس بستعين بيها في التسويق، في كل حاجه، في التعامل، في حياتك الشخصيه، في حياتك المهنيه، كل حاجه بتستعيني بيها. يعني حاجه مميزه جدا حقيقي، وانا عامله لكم طرح مختلف. العلم انا ما جيتش ناحيته، العلم زي ما هو هنقله لكم، العلم كذا، لكن التطبيق بتاع العلم انا بالنسبه لي بتاعي انا، بستعين بيه طبعا بكتب مختلفه وناس مختلفه. ربنا يخليكي يا خلود، وان شاء الله تستمتعي معايا في الدبلومه دي. هقول لكم الفرضيات بتاعتنا، وتركزوا معايا في الفرضيات دي كويس قوي، لاني انا يهمني الفرضيات تبقى منهج حياتك. اول فرضيه هي احترام رؤيه الشخص الاخر للعالم. تاني فرضية، الخريطة ليست هي المنطقة. أنا هقول الفرضيات وهشرح كل فرضية لوحدها عشان الأسئلة ما تبقاش على الفرضيات دلوقتي. توجد نية إيجابية وراء كل سلوك. أهلا يا أستاذ محمد، اسم حضرتك معي نقول إزاي بقى، ما يذكرش ده اسمك على اسم النبي عليه الصلاة والسلام. هنقولها حاضر يا أستاذ، يا أستاذ شامي أنا هقولها، حاضر هجيلها وأقولها. اوكي، اهلا يا استاذ محمد نورتنا. هنتكلم عن يبذل الناس اقصى ما في استطاعتهم بالمصادر المتوفره لديهم، لا وجود لاشخاص مقاومين، انما هناك رجال مستبدون برايهم. الفرضيه بتقول ده، مش انا اللي جايباها من عندي، عشان في ناس بتعترض على الكلمه. ممكن حضرتك تكتبها، ممكن الباوربوينت هيبقى جاهز، مفيش مشكله ان شاء الله. بصوا يا جماعه، وانا بشرح السؤال اكتبوه في ورقه، علشان انا مش بحب اقفل الشات عشان الناس بتزعل لما بقفل الشات عليهم. وبعد ما بخلص انا بقول لك لو عايز اي سؤال اسالني، علشان ما اقطعش تواصل الناس معايا، وعشان ما اضطرش اقفل الشات. متفقين؟ لو متفقين اديني واحد.
خلاص هيك خلاص، ما نتكلمش غير لما نخلص بقى، علشان ايه؟ انا في ناس بتتضايق من كتر اللي بيقولوا لي في الشات، وفي ناس بتزعل لما بقفل الشات، فخلينا هقف واقول لك اسالني. لا وجود لاشخاص مقاومين، انما هناك رجال اتصال مستبدين برايهم. يكمن معنى الاتصال في الاستجابه التي تحصل عليها. الشخص الاكثر مرونه هو الذي يسيطر على الموقف. لا وجود للفشل، انما هناك رايا محددا عن تجربه. لكل تجربة شكلية، إذا غيرت الشكلية غيرت التجربة معاها، وده من الحاجات المهمة جدا. يتم الاتصال الإنساني على مستويين، الواعي واللاواعي، ودي من الفرضيات اللي أنا بعتبرها من أهم الفرضيات اللي بتخليك تتحكم في حياتك. الاتصال على مستوى الواعي واللاواعي، ودي لوحدها أنا ممكن أعمل فيها 5 محاضرات، بس أنا طبعا مش هطول فيها، يعني بإذن الله أبقى أستفيد فيها لوحدها. الفردية اللي بعد كده، يوجد عند جميع البشر في تاريخهم الماضي كافة المصادر التي يحتاجونها لإحداث تغييرات إيجابية في حياتهم، كلنا عندنا ده. الجسم والعقل يؤثر كل منهما على الآخر. إذا كان شيئا ممكن لشخص ما، فمن الممكن لأي شخص أن يتعلم كيف يعمل الشيء ذاته. أنا مسؤول عن ذهني، لذا أنا مسؤول عن النتائج التي أصل إليها. سامح نفسك، سامح غيرك. آخر حاجة في الفرضيات، يقدم الناس أفضل الخيارات المتاحة لديهم. ده الجزء اللي هياخد مني 3 محاضرات، وده الجزء ده مهم جدا جدا جدا. لو في سؤال، أنا بس عايزة قبل السؤال اللي انتوا عايزة، قبل ما اخش على أهداف المحاضرات بتاعتي أو أهداف الدبلومة بتاعتي، أنا عايزة أقول لكم إن الفرضيات دي والكلام ده كله أنا هشرحه جزء جزء، وهياخد مني 6 ساعات. في سؤال قبل ما اخش على أهداف المحاضرة؟ طيب، هي أشبه بالمقولات، هي كمان انتشرت في الوقت الاخير على الشات، كل حاجه هتنزل على الجروب ان شاء الله، البرامج كلها، الباوربوينت هينزل على الجروب. الفرضيات انتشرت دلوقتي على الفيس على انها مقولات، بس هي اصلا فرضيات. وكلمه فرضيه، عشان اللي بيسال يا ريت تحطوا لنا لينك الجروب. كلمة فرضية عشان اللي بيسأل، دي معناها ان انا ممكن تختلف من شخص للتاني. يعني الفرضية بتاعت سامح نفسك، عشان الكلمة دي دايما بتتقال، وعلى فكرة من الحاجات انا هتكلم ان شاء الله في مش المحاضرة الجاية، المحاضرة اللي بعدها، الهجوم اللي لقيته، البرمجة اللغوية والعصبية. كلمة فرضية دي مش معناها ان دي حاجة يا تحصل يا ما تحصلش، لا، هي معناها انها ممكن تختلف من شخص للتاني. لا، هم عايزين الجروب بتاع الدارين بالظبط. هو استاذ خالد بيقول لنا المقصود بها الفروض اللي اتبعها الباحثين وثبت صحتها في اغلب الاحيان. ده تعريف مظبوط للفرضيات. تعريف يعني الهدف تاني من كلمة فرضية دي، ان احنا ممكن احيانا ما ينفعش الفرضية تمشي على الناس كلها، زي سامح غيرك. كلمة سامح غيرك انا ما ينفعش اعملها على الاطلاق، يعني لازم برضو يبقى لها حدود. يعني انا ما ينفعش سامح اسرائيل على اللي عاملينه في الفلسطينيين، ما ينفعش سامح حد قتل، لكن ده فرض علمي، فرض علمي بيه بتستقيم الشخصية وبتستقيم بينا استراتيجيات النجاح. فرض علمي طبعا، لا فرض علمي طبعا، احنا بنتكلم في علم، البرمجة اللغوية علم، انا مش بتكلم في حاجة بقترحها عليكم، لا، ده علم ليه فرضيات وليه وضعه، تمام. لكن انا بتكلم على كلمة ليه اطلقنا عليها فرضية. المحاضرات بتساعدني على ايه بقى، او الدبلومة هطلع منها بايه؟ اول حاجة هتقوي الصلة بينك وبين نفسك، هتعرف ازاي تتعامل مع نفسك،
هتعرف ازاي تغوص جوه اعماقك وتتفاهم معاها، هتقوي الصلة وتنمي الصلة بينك وبين اللي حواليك. بالفرضيات وبالدبلومة والروابط والأنماط الشخصية أنا بحط لك جزء صغير جدا من إمكانيات عقلك قدامك، إلا لو أنت استخدمتها استخدام صح. أكيد بعون الله طبعا وبإذن الله قبل أي حاجة، أنت هتبقى شخص ناجح وهتؤمن كويس أوي باستراتيجيات النجاح. هتتحكم في اعتقاداتك وتطورها للأفضل. مهم أي موضوع الاعتقاد ده، احنا بنعاني من الاعتقادات اللي موجودة في حياتنا. هتكون قادر على بذل قصارى جهدك أكتر فأكتر كل يوم، هتطبق الفرضيات وتفهم أنماط الشخصيات اللي حواليك وتعرف كل حاجة حواليك، هتتفوق، هتكون استراتيجيات لنجاحك. الدبلومة أنا بحطك على طريق. بعد الدبلومة أنت لازم تقرأ كويس عن البرمجة اللغوية العصبية، لازم تقرأ كويس عن الفرضيات، عن العقل الواعي واللاواعي، وفي كتب حلوة جدا جدا هتخليك تعرف ازاي تتحكم في نفسك، تتحكم في أطفالك، تتحكم في الناس اللي حواليك. طبعا التحكم ليه وجهين، الوجه السلبي والإيجابي. احنا بنتكلم على الوجه الإيجابي، لدرجة ان في ناس ادت لنفسها الحق انها تحرم البرمجة اللغوية العصبية. ممكن كتب على البرمجة هنزلها لكم على الجروب. طبعا اقروا الدكتور ابراهيم الفي الله يرحمه، رائع في البرمجة. نقرا جون جريندر، الناس اللي انا هتكلم عنهم النهاردة اقروا لهم، كتب كويسة جدا وموجودة على النت، موجودة في كل حتة. واللي عايز منها حاجة يوصلني على الفيس، ويا رب اقدر ارد عليكم. لو هرد عليكم انا عندي مشكلة على الفيس، بس انا هنزل اكونت تاني نتواصل بيه ان شاء الله. نعمل قوانين للعمل. النهاردة احنا عندنا نص الوقت بنحط ضوابط وبنعرف الدبلومة، وان شاء الله بإذن الله المرة الجاية هنغوص مع بعض في البرمجة. هم احنا عايزين اللي بيحط لنا رابط الدارين بتاع اعداد القادة، هنغيره ونخليه وهنغير اسمه، والناس كلها لازم تتواصل معايا عشان نكمل ان شاء الله معانا في الدبلومة بتاعتنا. قوانين العمل في الدبلومة بقى. الكتاب ده لمين؟ عشان انا عندي الاسم ده كتير قوي. كتاب التحكم بالذات وعلاقته بالبرمجة اللغوية بتاع مين؟ انا ممكن ما اكونش قريته. لا طبعا ممتاز ابراهيم الفقي طبعا. هو انا الكتاب ده قدامي اصلا دلوقتي. طبعا حكاية، كتاب ممتاز. اي حاجة الدكتور ابراهيم الفقي هو الرائد اللي علمنا البرمجة، وهو اللي دخل البرمجة مصر، واللي بيدعي غير كده هو حر. ممكن يكون في ناس كانت عارفاها بس محدش شهرها وعرفها لنا ودرسها لنا، واحنا على مستوى 90% من المدربين عارفها منه غير هو الدكتور ابراهيم فين. دي اول محاضرة استاذ مصطفى. طبعا هو رائد التنمية البشرية في مصر، وهو اللي عرفنا بالتنمية البشرية في مصر. الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين جميعا، امواتنا جميعا. القوانين بقى انا عايزه احط لكم الجروب بتاع الاعداد، لان واضح ان الناس مش واضح. كوبي اهو، هو اسمه الدارين للتنمية البشرية اعداد القادة ايمان ابو المحاسن. احنا هنغير الاسم ده عشان يخص الدبلومة، بس هو ده الاسم. خشوا على الجروب وانا هعمل لكم اعداد ان شاء الله بعد المحاضرة. اول حاجة مع كل محاضرة هيكون في واجب هتعمليه وتقدمه لي وتبعته لي على الايميل الشخصي بتاعي، بلاش الفيس لان الفيس بتتوه مني المواضيع. هكتب لكم الايميل الشخصي بتاعي لحد ما نحل مشكلة الفيس. اهلا استاذ موسى، ازاي حضرتك؟ احنا جايين بدري اهو. الساعة كام عندك دلوقتي؟ ده الايميل بتاعي، اللي يبعت لي على الميل ده الهوم ورك بتاعنا. التواصل بين اعضاء الدبلومة. طيب خلاص احنا بدري اهو، معايا الساعتين.
أستاذة خلود غيري المتصفح، يا ريت نكتب لها في الدعم. المحاضرات هنتواصل بين أعضاء الدبلومة على الجروب بتاع الدارين اللي أنا نزلته ده. أستاذ خالد مش شغال عندك ميل؟ ده الميل شخصي، يعني حضرتك بتبعت لي ليه، مش حاجة على الفيس. يعني لما بيكون في واجب بتبعت لي على الميل ده. ده ميل أوتلوك مش ميل. أهلا يا سعيد، أهلا بيك. الجروب أهو، الجروب شغال. حد دخل على الجروب دلوقتي؟ طيب تمام، الجروب شغال وانا هعمل لكم اد فيه اللي هي بس اهو. ايوه في ناس دخلت اهي، بس الناس كتيره قوي اللي طالبه الريكوست، فاحنا بنعمل لها بعمل لها اد كلها وبنتواصل مع بعض. التواصل ده مهم جدا، اولا بتقوي الكوميونيكيشن سكيلز بيننا وبين بعض، بنقوي مهارات اتصالنا وبين بعض، بنعرف بعض اكتر وبنتعامل مع بعض اكتر. وانا كل يوم هتلاقوني بنزل لكم بوستات وتردوا على البوستات بتاعتي كلها. باذن الله هعمل بعد 3 محاضرات جروبات، وانتوا هتتواصلوا مع بعض بالجروبات وتعملوا لي عمل جماعي. والعمل الجماعي ده هنقدمه في نهايه الدبلومه، وهيكون بيه ان شاء الله ختام الدبلومه. انا ضفتكم دلوقتي كله. الحصول على الشهادات هو نفس الجروب، وهنغير الاسم بتاعه، هنشيل اعداد القادة ونغير. هو نفس الجروب. ايميلي انا كتبته imanmct@edata.net.eg، وهنزله لكم على الجروب. ايوه بالظبط، شكرا يا منيره. هنعمل جلسات استرخاء في نهايه الدبلومه. الاسترخاء دي بتقوي عضلات مخك، بتديك فرصة للتأمل، بتعمل ريفريش ليك. عارفين انتوا مخنا بيبقى عامل زي الكوبايانا طول النهار وطول الوقت، انا عمالة املى في الكوباية املى في الكوباية، لدرجة ان انا خلاص كل حاجة خلاص بتقع، ببتدي مش قادرة اركز، مش قادرة افكر، مش قادرة اقوي عضلات مخي. جلسات بتخليني اقوي عضلات مخي، بتخليني اقوي تفكيري. عارفين الراجل اللي بيلعب رياضه او البنت اللي بتلعب رياضه، ايه اللي بيخليها على طول قويه، وايه اللي بيخليها على طول متميزه في رياضتها؟ هل هي اتولدت كده، ولا كانت بتعمل على طول تمرينات؟ تمرينات اكيد كانت بتعمل تمرينات. التمرينات بتقوي عضلات جسمها، كذلك جلسات الاسترخاء والقرايه والدبلومه بتخليك تقوي عضلات مخك. دي التمرينات بتاعت مخك. عايز تقوي عضلات مخك، تقوي مخك ويبقى حد متميز، حل الغاز، احضر معايا الدبلومه واحضر جلسات الاسترخاء وركز فيها كويس جدا. اقرا 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 اقرا، نقولها للصبح. هتستحضر قلبك وعقلك معايا واحنا بنتكلم على الفرضيات، والاسم الفرضي يخش جوه قلبك وعقلك. وانت بتدرس الدبلومه ثق ان انت بتدرس استراتيجيات النجاح. الاستراتيجيات دي لو فهمتها كويس ومارستها صح بما يرضي الله، انت بتدرس استراتيجيات نجاحك. طبعا التغيير قرار، القرار ده هيبقى جواك انت. لو انت قررت ان انت هتتغير هتتغير. لو انت ما قررتش ده، انا لو عملت ايه للصبح، لو قعدت بدل الدبلومة 20 دبلومة وقعدت تسمع مني، ولا هعمل اي حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد يدعي في مكة 13 سنة ما امنش غير 150، عشان هم ما عندهمش استعداد. وسيدنا نوح قعد يدعي في قومه 950 سنة، مفيش غير 2 أسلموا أو أمنوا في الوقت ده.
فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فثق إن أنت لو من جواك عايز تتغير هتتغير، مقرر إن أنت تتغير هتتغير، مش مقرر يعني بالظبط. لازم يكون وجود استعداد وقبول لهذا التغيير، ولازم تكون أنت من جواك عندك القرار. ايوه يا دينا، اهو الجروب اهو، مهيره نزلته لنا. اديك 5 دقايق بس، استنى شويه لحد ما الناس تبتدي الصلاه وهديكوا 5 دقايق بس، 5 دقايق مش اكتر، علشان انا كل وقت ساعتين، مش عايزه ازود عليكم لان البرمجه مش عايزه وقت طويل بالذات اونلاين. ريست 5 دقايق، حاضر، بس ادوني كمان 5 دقايق وانا هديكوا ريست علشان يكون الناس جهزت للصلاه. تاخدوا 5 دقايق تصلوا فيها وترجعوا، وصلي انا كمان ان شاء الله. انا ضفت الناس، كل الناس اللي طلبوا ادت على الجروب انا ضفتهم على الجروب، وسعد كمان دلوقتي طلب ادت على الجروب انا ضفته. التسجيل في الدورة، حضرتك بتخشي معانا الجروب وبتكملي معانا وبتسجلي في الشهادات، وبإذن الله بتحضري معانا وبتتواصلي معانا وتعملي هوم وورك وما إلى ذلك. العمل الجماعي لسه، أنا قلت لسه بدري يا دكتورة حنين، لسه شوية، معلش، لا لسه شوية، أنا قلت إحنا هنبتدي دلوقتي بالشغل اللي إحنا بنشتغله والهوم ورك اللي احنا هنديه النهارده في نهايه الدبلومه، وبعد كده ان شاء الله نبتدي في العمل الجامعي. لسه بدري عليه، يعني احنا معانا الوقت، الدبلومه هتاخد لها 8 اسابيع، كل يوم زي المعده من 5 ل 7، كل اسبوع قصدي، بس ما فيش غير كده، زي كل يوم 3 ان شاء الله من 5 ل 7 باذن الله. المشكله في الصوت بتبقى من عندكم انتوا مش من عندنا احنا، لان بقيت الناس كلها سامعه، فمعلش غير المتصفح او اقفل واعمل ريفريش تاني. نبتدي بقى نتكلم عن البرمجه. اصل اهتمامي بعلوم التنميه البشريه هو الاهتمام الشديد بعلم القياده، وايماني باحتياج امتنا القاده يحملونهم هم الامه، لكن ده بيحتاج تخطيط جيد، بيحتاج استقرار أسري، بيحتاج إن إبداعاتك وأفكارك بتتجلى عشان تنفع أمتنا العربية والإسلامية. أنا بقول إن أنا دخلت علم التنمية البشرية من الباب الخلفي. إزاي؟ أنا اشتغلت في فترة طويلة جدا، اشتغلت في الإدارة فترة طويلة جدا، اشتغلت في الموارد البشرية فترة طويلة. أنا اشتغلت خمس، أنا قبل ما ابتدي التريننج أنا 15 سنة بشتغل. كل الفترة دي أنا كنت بتابع وكنت مهتمة أوي بعلم القيادة. قررت إن أنا أسيب الشغل وأدخل أدرس قيادة. مع دراستي للقيادة لقيت ان احنا محتاجين قبل ما نقود الناس وقبل ما نعلم الناس يقودوا غيرهم ان هم يقودوا نفسهم. من هنا ابتدى اهتمامي بعلم التنمية البشرية، ومن هنا بدأت رحلتي مع التنمية البشرية. يعني انا اصلا بدرس ادارة، بدرس علوم ادارة، الادارة هي فن القيادة، عشان اربط فن القيادة بالقيادة الشخصية كان لازم اربط القيادة بعلم النفس وعلم التنمية البشرية. ابتديت ادرس مهارات اتصال، الله، لذيذة جدا فعلا، حاجة جميلة. خدت اعداد مدربين، خدت ثقة بالنفس، خدت كل العلوم بتاعت التنمية البشرية اللي احنا بنتكلم عنها. وبعدين دخلت على علم البرمجة اللغوية والعصبية، أثرني جدا جدا العلم ده، حسيت فعلا ان هو حاجة متميزة، استرا
استراتيجية لبرمجة كل حاجة احنا عايشينها. حسيت ان هي دي حياتنا اللي احنا عايشينها، لو بلورناها صح ولو اتكلمنا عليها صح ولو عرفناها صح، حطينا ايدينا على استراتيجيات النجاح، حطينا ايدينا على اللي موجود في حياتنا بطريقة منظمة ومرتبة بشكل يكاد يكون استراتيجية حربية لمحاربة والمجاهدة النفس قبل الغير. شكرا يا عبك. اول مرة حضرت الدبلومة عجبتني، تاني مرة قررت ان انا احضرها تاني بفكر مختلف حضرتها، تالت مرة دعيت للدبلومة، ويوم ما دعيت للتالت مرة للدبلومة وحضرتها انا كنت صراحة الشخص اللي حضرت له عجبت بيه جدا جدا، وحسيت ان هو كمان مختلف في طرحه للعلم عن غيره. قريت فيها الحمد لله، قريت كتير قوي، يعني دكتور قريت كتاب دكتور ابراهيم فيه اكتر من مرة اللي هو البرمجة اللغوية والعصبية، وابتديت اقرا لجون جريندر وريتشارد باندر وما الى ذلك. طيب حاضر، صلاة العشاء عندكم واحنا صلاة المغرب عندنا. طيب خلاص، طيب ماشي، انا هخلص هديكوا بريك. طيب انا هديكوا بريك 5 دقايق تصلوا، اللي عنده صلاة العشاء يصلي، واللي عنده صلاة المغرب لسه شوية على الإقامة، واحنا صلاة العصر. طيب ماشي، اللي عنده صلاة العصر ده أكيد كان عنده قبل المحاضرة وقت أو بعد المحاضرة، أنا المحاضرة ساعتين. أنا حضرت تالت المحاضرة 3 مرات، تالت مرة بعديها قررت إن أنا أكمل العلم الآخر، والحمد لله وصلت لحد ما أنا طبعا يا أستاذ موسى أنت الساعة 9 بالليل عندك، لحد ما حضرت المحاضرة التالتة الدبلومة للمرة التالتة في البرمجة اللغوية والعصبية، ومن هنا كانت رحلتي للبرمجة اللغوية العصبية، خدت مساعد ممارس وخدت مارس، وابتديت الحمد لله يمكن دي المرة رقم 10 او 15 ادرس فيها البرمجة اللغوية والعصبية، وكل مرة بحاول اجدد فيها واغير فيها. هديكوا 5 دقايق وبعدين كل مرة اضافة للي قبلها، لان انا حضرت الناس مختلفة، بس كان في واحد صراحة هو ده اللي اضاف لي اضافة قوية جدا وحببني في العلم جدا جدا واداني وجهة نظر مختلفة للعلم. فخلينا ناخد ال5 دقايق. انا ما ينفعش اعمل دعاية على الدارين، ده من الحاجات، لو كلمتيني على الفيس اقولك، بس احضري معايا ان شاء الله هتستفيدي باذن الله. اهلا دكتورة بسمة، ما انا قلتلك وصليني على الفيس. بصوا، هي المادة العلمية اللي نزلها لنا ابراهيم الدكتور ابراهيم الفيلي هي واحدة، لا مع ان القمة ده جروب بتاعي انا، جروب انا الليدر بتاعته، لا مش ملناش علاقة بمع ان القمة، كل شيخ وليه طريقة. احنا بالجروب بتاعنا اللي هو الدارين اللي هو ده يا استاذ خالد اللي انا نزلته ده. طيب هناخد 5 دقايق يا جماعة، خلاص هي كده الصلاة هتبتدي هنا عندنا المغرب، واللي يصلي العصر يصلي العشاء وبعدين نرجع. الساعة دلوقتي 5، عقبال ما اخلص هتبقى 45 دقيقة، 5 دقايق وهرجع لكم ان شاء الله. طيب اتفضل. لا الجروب مش مقفول، انا بس هضيفكم، ادوني وقت بس. انا بضيف الناس اهو. خمس دقايق وهرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح. طيب تعال، اهلا استاذ حكيم. قعدة سريعة من اللي فات.
انا لسه ما بداتش يا استاذه ساره. انا كل اللي فات كنت بتكلم عن الدبلومه وهنعمل ايه في الدبلومه والاستراتيجيات اللي هنمشي عليها، والدبلومه هتحقق لك ايه. لسه ما ابتديتش بدايه جامده يعني. كنا بنتكلم في استراتيجيات العمل اللي بيننا وبين بعض ازاي هيتم. انتي حضرتي معايا قبل كده يا سارة ولا دي اول مرة تحضري معايا؟ وعليكم السلام ورحمة. طيب هاي يعني انتي معانا في الجروب بتاع اعداد القاضي. طيب ماشي، مفيش مشكلة. انا اول مرة المحاضرة بتاعت الدبلومة بتاعت البرمجة العصبية، اول محاضرة استاذ محمد. انا بتكلم لان انا اسمها اسم ساره مش غريب عليا، وانا طبعا ببقى سعيده جدا لما الناس تحضر لي مره وترجع تحضر لي الدبلومه اللي بعدها، يعني دي حاجه لذيذه والله يعني. انا بشكرهم جدا جدا، الله يخليكي. احنا نفس الجروب بتاع اعداد القاضي، هنغير اسمه عشان يبقى نفس الناس وما نعرفش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صوت واضح؟ طيب هي افتكر ان كل كده الحمد لله لحق يصلي. انا اللاب فصلت معايا ورجعت تاني، بس يمكن عشان في ناس ما كانتش نيتها كويسه لينا يعني. ان شاء الله بالفرضيات والروابط وأنماط الشخصيات لما نشرحها محتاجين نحقق بيها توازن بين البعد البدني والبعد الانفعالي والبعد الروحي والبعد الذهني. البعد الروحي اللي هو الديني، ازاي أقوي روابط التواصل بيني وبين الخالق. البعد الذهني اللي هو تفكيري، ازاي اتحكم في تفكيري، ازاي اقدر اتحكم في حزني وفي فرحي، ازاي اخلي الفرح ما يسكنش الحزن ما يسكنش جوايا. مهما كانت الاحزان ومهما كانت الضغوط اللي علينا لازم اكون بتحكم في ذهني تماما. لازم اتحكم في انفعالاتي، مهما كانت الضغوط اللي عليا لازم يكون لي تحكم في انفعالاتي نحو الناس. البعد البدني اللي هو البعد الجسدي، ده بيجي من ان انا بدني بيأثر على عقلي وعقلي بيأثر على بدني. فلازم لو حققت التوازن بين الاربعه دول انا بحقق التوازن على كل المستويات. بإذن الله مع بعض هنعمل تنمية للروح، تنمية للعقل، تنمية للعاطفة، تنمية للجسد من خلال ان انا اتحكم بالتلاتة دول. انا ان احنا من دلوقتي حالا نتعهد على التغيير، هنغير كل افكارنا السلبية، هنغير كل الضغوط اللي حوالينا لصالحنا. كلنا عندنا ضغوط لازم نغير الضغوط دي، ده هتبقى لصالحنا مش العكس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النهاردة هناخد مع بعض تعريف علم البرمجة على اختلافه من مجال للتاني. بالدبلومة بتاعتي بإذن الله في النهاية هكون وصلنا على رحلة مع بعض على شاطئ البرمجة. مش هنقدر نغوص في البرمجة لان هي بحرها كتير جدا جدا وعلم واسع قوي قوي قوي، محتاج مننا قراية كتير قوي ومحتاج مننا حضور كتير قوي للاستراتيجيات التنفس، محتاج مننا نسمع محاضرات كتيرة قوي للدكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه. اخد المادة العلمية بعد اي محاضرة ما عنديش مشكلة ان شاء الله. نبتدي نبحر مع بعض على شاطئ البرمجة اللغوية العصبية.
وبقول قبل ما ابتدي: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. انا بقول لكم وبذكركم بالحاجات اللي احنا المفروض نمشي بيها على حياتنا وفي حياتنا، وبعد كده القرار ليك وقرار التغيير ليك وقرار النجاح ليك انت. تعالوا نتكلم عن التميز الحقيقي. لو احنا شفنا مبنى كبير جدا جدا، المبنى ده فيه طوابق كتير قوي واجنحه كتير قوي 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 واقسامه كتير قوي قوي. نفس المبنى ده بيدخل ويخرج فيه في الدقيقة الواحدة عدد كبير جدا من الخلق لا متناهي. سواء كان المبنى ده مستشفى، سواء كان أكاديمية، سواء كان مؤسسة، سواء شركة تجارية، كل ده ممكن يكون المبنى اللي احنا بنتكلم عنه. انت بص على المبنى ده هيلفت انتباهي ايه؟ ممكن تقولولي ايه اللي هيلفت انتباهي للمبنى ده؟ شكله؟ استاذ احمد بيقول شكله، استاذ بسام بيقول شكله، الالوان، تصميم، قصة الحركة، طبيعة الخدمات اللي بيقدمها، الناس الداخلة والخارجة، محتويات، طريقة البناء، حجمه، الناس، عدد الناس، كبر، قصة الداخلين، عدد الناس اللي جوه، تصميمه الداخل والخارج. طيب هقول لكم على حاجة أجمل من كده. عارفين ايه اللي ممكن حسن المعاملة؟ اهلا يا محمد بيه. أستاذة خلود، التصميم فين؟ مش بس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تاكلت تاني مرة، الصوت تاني مرة يقطع النهاردة. أنا بعتذر بس الوصف مش من عندي حقيقي. أنا بقول اللي بيلفت نظرنا للمبنى حقيقي هو إدارة المبنى ده، هو المدير العام للمنشأة دي أو قائد المنشأة دي. إزاي عارف ينظم خروج ودخول الناس بالطريقة دي؟ ربنا يخليك يا أستاذ. إزاي عارف يتحكم ويدير الناس وهي بتخرج وبتدخل بالمهارة دي؟ تعرفوا ان انتوا دماغكوا زي المبنى ده واوقع واكبر من المبنى ده؟ شايفين الشجرة دي؟ انت عقلك زي ده. ممكن الناس، المعلومات اللي جايالك والحاجات اللي بتأثر عليك تدخل وتطلع بهوجائية مطلقة، ما بتتحكمش فيها، ترتبهاش، بتطلع وتدخل، ما تعرفش ايه اللي طالع وايه اللي داخل، قاعد ما بتتحكمش في اي حاجه، احزانك، انفعالاتك، ما بتتحكمش في حاجه، سايب الدنيا اللي تتحكم فيك، سايب غيرك اللي بيتحكم في اعتقاداتك وفي مشاعرك. احنا عقلنا ده زي البيت ده او زي المؤسسه دي. لو انا عرفت ادير عقلي صح هطلع احسن نتائج ممكنه. يبقى احنا لو جينا بالظبط يا استاذ امجد هنلاقي ان الراجل اللي بيدير المبنى ده راجل متميز، عقل متميز، عنده حكمه لاداره الامور، ادراك واسع، كمان علشان هو مخلص لله ربنا موفقه، متميز، مش محتاج حد يلمعه، مش
محتاج حد يقول له تعالى عشان ألمعك، لأ هو اوريدي عامل وباين ظاهر، مش محتاج حد يقول له تعالى عشان ألمعك. مخلص لعمله ومخلص لربه، علشان كده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بيقول عالمنا الكبير دكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه، إن الأمور تختلف كثير حينما ننظر إليها من بعيد، تتضاءل، تتشابه، تصبح سحنة واحدة، تصبح تافهة، مثيرة للدهشة، مثيرة للتساؤل. ده من كتاب الأحلام لدكتور مصطفى محمود. الكلام اللي قاله دكتور مصطفى محمود كان ساعتها علم البرمجة اللغوية العصبية ما دخلش مصر في الوقت دوت، وكان ابتدى طبعا في بره، لكن لسه ما كانش ظهر. بالجملة دي هقولها تاني، حاضر يا أستاذ مازن يا باشمهندس مازن. بالجملة دي ألخص لنا ثلاث علوم: علم البرمجة اللغوية العصبية، علم الترنيم الإيحائي، قانون الجذب. التلاتة دول بدون مبالغة هم موجودين في الجملة دي. أقول لكم الجملة تاني: إن الأمور تختلف كثيرا حينما ننظر إليها من بعيد، خلي بالكم من بعيد، تتضاءل، تتشابه، تصبح سحنة واحدة، تصبح تافهة، مثيرة للدهشة، مثيرة للتساؤل. عارفين ده معناه ايه؟ احنا لما بنكون جوه القصه وجوه الحدوته وجوه الموقف بنعيشه بطريقه، لكن لما بيخلص الموقف ونيجي نبص له من بعيد بنلاقي الموضوع مختلف تماما، وممكن كمان نحس بقد ايه احنا غلطنا، قد ايه احنا اسأنا الاختيار. لكن في الحاله دي انا اسأت الاختيار علشان انا تجاربي قليله، علشان انا ما بصيتش للموضوع من ناحيه بعيده قوي. حاجات كتير قوي في حياتنا في وقت معين كنا عايشينها بطريقه يا دي كل حياتنا، ولو احنا عندنا مشكله دي قمه المشاكل، ده انا عندي كارثه في حياتي. وبعدين لما بتعدي وبيعدي الزمن بنلاقي ان احنا في الوقت ده ازاي كنا بنفكر كده. فالجمله دي لخصت لي مفهوم البرمجة اللغوية والعصبية. احنا بالبرمجة بنطلع من كل مشاكلنا ونبص عليها من بره، بندخل فيها وبعدين نرجع نبعد عنها. تمام يا أستاذ عمرو. هبتدي اتكلم عن تاريخ البرمجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الصوت برضو قطع عندي، أنا بعتذر. مش عارفة هما بيقطعوا النت ليه، احنا ملناش دعوة بالثورة والله، ملناش دعوة بالمظاهرات، احنا قاعدين بنقول محاضرة. النت فعلا من دول بقت سيئة جدا جدا، يعني أسوأ مما سبق بكثير. لا فعلا، يعني أنا كنت فاكرة إن أنا بس، ولقيت الناس كلها أو الشعب يريد إكمال المحاضرة في كل حتة، في كل حتة فعلا، يعني الناس كلها بتشتكي، وكل الناس بتسجل معانا المحاضرات وكل الناس بتشتكي. يا رب احفظها من كل سوء. هتكلم اول حاجة عن كيفية نشأة البرمجة اللغوية العصبية. بدأ ريتشارد باندر طالبا في قسم الرياضيات في جامعة سانت كروز في كاليفورنيا، كان بياخد
وقت طويل قوي في دراسة أسس علم الكمبيوتر والفيزياء. ده ريتشارد باندر، مؤسس أحد مؤسسو علم البرمجة اللغوية والعصبية. وبعدين لما درس كمبيوتر وفيزياء بتعمق، لقى نفسه مهتم قوي بعلم النفس، وحاول يربط بين الكمبيوتر وعلم النفس، وشجعه على ده صديق للعائلة كان أخصائي نفسي، وكان شخص مبتكر جدا ومبدع اسمه ميلتون إريكسون. وكان ليهم تاني صديق للعائلة اسمه أو اسمها فيرجينيا ساتير وفيربس بريلز. التلاتة دول كانوا أصدقاء العائلة لريتشارد باندر. قعد يراقب حياتهم، لقاهم ناس متميزة جدا 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 في علاقتهم بالناس، في علاقاتهم واستراتيجيات نجاحهم واستراتيجيات حاجاتهم. شكرا يا شمس. فقرر ريتشارد باندر دراسة علم النفس، وبعد دراسة دقيقة ومفصلة لأنماط وسلوك الناس دي، جاب الأنماط والسلوك دي ونفذها على ناس تانية، لقاهم بيبقوا ناجحين برضه ومتميزين في حياتهم، بس طبعا بدرجات مختلفة. ابتدى يحط أسس وقواعد للبرمجة اللغوية والعصبية. ده مين؟ ده ريتشارد باندر. بعد كده التقى بجون جريندر. جون جريندر ده كان معاون بقسم اللغويات، وكان عنده دكتوراه في اللغويات في سان فرانسيسكو، وكان موهوب جدا جدا في الاستيعاب السريع للغات وتقليد اللغات ومحاكاة اي سلوك. وكانوا بيقولوا ان هو لما بيقعد مع ناس لأول مرة يعرفهم بيتكلموا لهجة مختلفة خالص، واحنا عارفين ان في لغات كتيرة جدا في العالم، كان في وقت قصير جدا بيعرف يتكلم بلغتهم ويعرف يستوعب الكلام، لدرجة ان هما ما كانوش بيعرفوا ان هو مش من اهل البلد. ده باندلر جريندر. قرروا ان هما يضموا مهاراتهم لبعض، مهارات علم الكمبيوتر مع علم اللغات، ويدمجوها بعلم النفس. ابتدوا يلاحظوا فيرجينيا تاتير، دي كانت أخصائية للعلاج مرموقة جدا جدا، وكانت بتشتغل في اللي احنا بنسميه دلوقتي الإرشاد الأسري، اللي هي بتصلح العلاقة بين الأزواج وبتحاول تدعمها، لدرجة ان هي كانت متميزة جدا 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 في المجال ده، وكانت بترجع حياة أزواج الطلاق بطريقة متميزة وحلوة قوي. ابتدوا يراقبوها وابتدوا يستعينوا بيها. صح، تمام. فيرجينيا ساتير، سين ألف ته يهري. وبعد ما راقبوا فيرجينيا، راقبوا فيلسوف بريطاني وعالم نفس وعالم إنسان اسمه جريجوري بيتسون. أنا مش هلحق أكتبها لكم كلها بالإنجليزي دلوقتي، بس خلينا نحطها على الجروب إن شاء الله. راقبوا الفيلسوف البريطاني وعالم الإنسان جريجوري بيتسون، ده كانوا بيسموه بشير التفكير المظلم. ليه منهجية مرتبة ومنظمة، وده اللي دخل لهم علم الفكر الواعي واللاواعي، وازاي اتحكم في عقلي الواعي واللاواعي بان انا اخرج القرارات الملائمة.
وده من احد اهم الاستراتيجيات اللي بيبني عليها البرمجه اللغويه والعصبيه، التفاعل الناس بعقلها ومخها وازاي يغوصوا ويدخلوا جوه عقلهم. بعد كده اتجه باندلر وجريندل لدكتور ميلتون اريكسون، وعلى فكره كتبه رائعه. ده مؤسس الرابطه الامريكيه للتنويم الايحائي. شوفوا العلم ده رابط علوم، علم برمجه، علم كمبيوتر، وعلم نفس، وعلم لغه، وعلم اللي هو التنويم الايحائي اللي هو المفروض اسمه تنويم مغناطيسي. مجموعه علوم ربطوا كلها ببعض عشان يطلع لنا شويه استراتيجيات ازاي تشغل عقلك. ولان اريكسون نفسه نجح في التغلب على عوائق بدنيه وذهنيه، لانه تغلب على الشلل الكامل اللي ابتلى بيه وهو صغير اللي هو شلل الاطفال، وقدر يشفي يعني باستراتيجيات التنويم اللي كان بيجريها على نفسه، قدر يطلع من الشلل ويبقى شخص صحيح، وفي نفس الوقت ابتدى يدرس للناس وابتدى يجربه على الناس، وفعلا نجح فيه نجاح هايل في الوقت ده. بعد ما خدوا الدمج والعلوم دي كلها ببعضها، اتفقوا على تأسيس أول شركة للبرمجة اللغوية والعصبية. وفعلا ابتدوا يعملوا محاضرات عن البرمجة اللغوية والعصبية وما وصلوا إليها، وابتدى يبقى لهم شعبية جميلة جدا جدا. ممكن أصلا طبعا هو حصل، وباذن الله لما تحضروا المحاضرات بتاعتي هتحسوا ان فعلا في توافق فعلا بين العلوم وبعضها. العلوم دي بالذات لها بتصب على بعضها. البرمجه بلورت لك كل ده، غلتنا قانون الجذب، خدنا منها قانون الجذب، ربطناها احنا بعلومنا الانسانيه والاسلاميه والعلوم وشرقيتنا، احنا ربطناها. يعني انا في دبلومتي انا بربطها بالاسلام وبالشرقيه بتاعتنا وباعتقاداتنا، وبنبعد عن اي حاجه يكون فيها لا قدر الله الحاد وما الى ذلك. كل حاجه ممكن ان شاء الله، وهنعرف برضو من خلال شغلنا ان مفيش حاجه مستحيله، كل حاجه ممكنه. صح يا استاذ احمد. دي كانت نشأة البرمجه اللغويه والعصبيه. تهيألي واضحة؟ في أي سؤال فيها قبل ما أدخل على تعريف البرمجة؟ هاي الأستاذ بسام، واضح؟ طيب الحمد لله. نيجي بقى لتعريف البرمجة اللغوية والعصبية. في تعريفات كتيرة قوي للبرمجة اللغوية والعصبية، عجبني منها مجموعة تعريفات هقول لكم عليها، بعدين نتكلم عن التعريف اللي موجود قدامكم اللي هو اصلا ننزل اقول ايه. ممكن تقوليها تاني باختصار؟ نيجي بقى لتعريفات البرمجة اللغوية والعصبية. في تعريفات كتيرة قوي، منها عن كارول هاوس، ده مؤلف كتاب عناصر البرمجة اللغوية والعصبية. باختصار قال لك البرمجة اللغوية والعصبية هي برامج تشغيل العقل. يعني اختصار لكل الكلام اللي قال، هي برامج تشغيل العقل. ازاي تقدر تشغل عقلك؟ ده هو علم البرمجة اللغوية والعصبية. وبيقول ستيف اندريس، مؤلف كتاب البرمجة اللغوية والعصبية هي التكنولوجيا الجديدة للإنجاز، هي دراسة التفوق الإنساني، وهي القدرة على بذل قصارى جهدك أكثر فأكثر، وهي الطريقة الجبارة والعملية التي تؤدي إلى التغيير الشخصي في تكنولوجيا الإنجاز الجديدة. ده تعريف تاني للبرمجة. احنا عندنا تعريفين للبرمجة، التعريفين دول ظراف جدا وملخصين عشان في ناس كتيرة قالت حاجات كتيرة قوي، وعجبني قوي قصة التفوق الإنساني اللي هو تعريف ستيف أندريس. فعلا يعني بالبرمجة بتعرف ازاي تبقى شخص متفوق. نيجي بقى لدكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه، قال لنا إن البرمجة عشان نعرفها لازم نعمل لها تعريف تفصيل. تمام يا شمس.
التعريف ده بيقول لي ايه؟ البرمجة، كلمة البرمجة لوحدها. البرمجة اللغوية والعصبية احنا بنقول اسمها ال NLP، وده موجود Numerical Language Programming. أول حاجة البرمجة بتشير إلى أفكارنا ومشاعرنا وتصرفاتنا، حيث أنه من الممكن استبدال البرامج المألوفة بأخرى جديدة وإيجابية. يعني أنا عندي برامج، أنت جوات برامج شغالة عندك في عقلك، كل الفكرة إن أنا أقدر أغير البرامج دي، أنا ده اللي بشتغل عليه في البرمجة. كلمة اللغوية استخدام اللغة الملفوظة وغير الملفوظة، إزاي أخاطب عقلي، دي كلمة اللغوية. العصبية بتشير لجهازنا العصبي، وهو سبيل حواسنا الخمس اللي من خلالها نرى ونسمع ونشعر ونتذوق ونشم. لا، مش مطلوب منك حفظها خالص، مطلوب مننا كلنا ان احنا نطبق، ولا نشأة العلم نحفظها. انا عن نفسي مش حافظاها حفظ متقن، مش مشكلة خالص، بس انا يعني المهم ان انت تعرف العلم ده جاي منين، عشان تبقى لما تطلع من الدبلومة يبقى انت معاك دبلومة. لا لا، انت مش مطلوب منك حفظ اي حاجة، بس يفضل ان انت تبقى فاهمها كويس قوي وتطبقها على حياتك، ده اللي يهمني في الموضوع. تمام، يبقى انا عندي البرمجة افكارنا، اللغوية لغتنا ملفوظة وغير ملفوظة، بالظبط Numerical Linguistic Programming. هو مؤسس كتاب استراتيجيات البرمجة اللغوية اسمه كارل هاوس. والله كارل هاوس مؤلف كتاب عناصر البرمجة اللغوية والعصبية، ممكن يكون مؤلف كتاب تاني اسمه استراتيجية البرمجة اللغوية العصبية، لكن اللي انا قريتهولي واللي انا عارفة عنه ان هو مؤلف كتاب عناصر البرمجة اللغوية العصبية. لغة الصمت هنتكلم عنها، احنا بنشتغل كمان بلغة الصمت، دي اقوى لغة ممكن نيورو نوت نيوميريكال. اوكي، يبقى احنا كده فهمنا تعريف البرمجة، واضح لنا. تمام، الاستاذ عمرو خالد بيقول لنا ان احنا عشان ندرس اي علم المفروض ان احنا ندرس بدايته ونشأته عشان نعرف تطوره ونعرف اساسيات بناء معرفتنا الشخصية. تمام، كلام مظبوط جدا. انا ما اختلفتش معاك، بس انا بقول للناس مش لازم نحفظ، احنا مش جايين عشان نحفظ، احنا جايين عشان نبني استراتيجيات تعامل مع مخنا. طيب، هي يبقى احنا كده التعريف واضح، ما فيهوش اي سؤال. نيجي نتكلم بقى عن الفرضيات بتاعه البرمجه اللغويه والعصبيه، بالظبط للمعرفه بس وليس الحفظ. الفرضيات دي قلت لكم انها من اهم الحاجات اللي انت لو عرفتها كويس هتطلع من الدبلومه بتاعتي بحاجه متميزه جدا. لو فهمتها كويس وطبقت عليها حياتك، يبقى انت خدت الاستراتيجيات اللي تشتغل بيها حياتك واللي تشتغل بيها على عقلك، وتبرمج عقلك وتغير من تفكيرك واستراتيجيات الفكر. فرق بين المعرفه والحفظ. تمام، يعني ايه فرضية؟ هي مجموعة من الاحتمالات التي تضع الإطار حول كيفية رؤية السلوك. عشان الناس اللي مش فاهمة كلمة فرضية، وجمع المعلومات وقيمة الذات، وهي بتمد ممارس البرمجة بالخطوط اللي بتمكنه من فهم ممارسة فن هذا العلم، وهي اللي بتفصل بين الممارس الناجح وغير الناجح. انت وانت بتطبق البرمجة معايا، انت المفروض بتمارس تطبيق البرمجة. اللي يفرق بين
المبرمج الممارس الناجح وغير الناجح هي الفرضيات دي. هقولها تاني، الفرضيات المسبقه للبرمجه اللغويه والعصبيه. هقولها تاني، حاضر يا دكتوره حنان. هي مجموعه الاحتمالات التي تضع الاطار حول كيفيه رؤيه السلوك وجمع المعلومات وقيمه الذات، وهي تمد ممارس البرمجه اللغويه والعصبيه بالخطوط الارشاديه التي تمكنه من فهم وممارسه فن هذا العلم. ما احنا هنقول الفرضيه وهنقول المثال ليها، وانتوا الهوم ورك بتاعكم ان انتوا تحطوا لي مثال من حياتكم، من السيره، من التاريخ، على الفرضيه اللي انا هكلمها. انا هديكم مثال من عندي وانت هتديني المثال من عندك، ده الهوم ورك بتاعك، ويتبعت لي على الميل اللي هو imanmc@edata.net.eg وهنزله على الجروب. اتفقنا؟ كده تعريف البرمجه الفرضيات واضح؟ ان شاء الله يطبقه باذن الله يا استاذه شمس. ادعوا معاها يا جماعه وانا هدعي معاكم. طيب نيجي الاول فرضيه للبرمجه. ممكن يتباعد على الموديل اللي تم التسجيل منه. يعني ايه الموديل اللي تم التسجيل منه؟ قصدي حضرتك الجروب، ابعته لي على الفيس، انا مش عارف ارد عليك. انا بقى استقبل الرسائل لكن ما بعرفش ارد، مش عارفه ليه، بس ده ان شاء الله هيتحل يعني. وانا كده كده هعمل، انا اوريدي عملت ايميل ليا تاني هنزله لكم برضو على الجروب. مش حضرتك معانا يا استاذ محمد فيصل على الجروب بتاع الدارين؟ طيب خلاص، انا حط لي اي استفسار على الجروب وانا هرد عليكم باذن الله. نيجي لاول فرضيه للبرمجه اللغويه والعصبيه. الفرضيه دي بتقول لي ايه؟ احترام رؤيه الشخص الاخر للعالم. شوفوا، انا بعتبر ان الفرضيه دي سر نجاح او فشل علاقه بين اتنين. اي علاقه بين اتنين، لو الشخص الاخر احترم وجهة نظر التاني للعالم، سواء الشخص ده او الاتنين دول كانوا زوجين، صديقين، والدين، او الولد وابوه، الولد وابنه، لو احنا احترمنا رؤية الشخص الاخر للعالم، اكيد هتلاقي التعامل معاه مختلف. كل شخص له منطق بيحكمه، والشخصية بتغير سلوكها، لكنها صعب قوي ان تغير منطقها، لان منطقها هو جوهرها وروحها. دي عبارة الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه. فعلا لو كل واحد فينا، ما احنا بنحاول ننشر يا استاذ احمد، احنا ليه بندي برمجة لغوية وعصبية؟ خصوصا هقول لحضرتك، احنا موجود في ديننا كل اللي انا بقوله ده، وانا ما بجيبش جديد، ولا دكتور ابراهيم الفقي، ولا دكتور، ولا جون جريندر، ولا ريتشارد باندلر، ولا ميلتون اريكسون، كل دول جابوا جديد. الناس دي بتقول لنا اللي موجود في ديننا، وموجود في الدين المسيحي، وموجود في الدين اليهودي، احنا ما بنجيبش جديد. لكن كل الفكره ان احنا بنعمل لده تنظيم. انا بدي لك التنظيم ده وانت تشتغل عليه، بعمله بدمجه بعلم زي علم الفلسفة وعلم النفس وعلم التنميم، وبقول لك اشتغل عليه. افكار الشخص هي المسؤولة عن سلوكه ومشاعره وادراكه. بعدين احنا متفقين، وخواطر الشيخ الشعر، انت عايز تدرس استراتيجيات النجاح، ادرس الناس اللي نجحوا واسمعهم كويس قوي. بالظبط اللي بنشوفه
اللي احنا بنتعلمه ده موجود في ديننا، بس انا بديك استراتيجيات تشتغل عليها. في ناس هجمت البرمجه اللغويه والعصبيه وقالت انتوا ليه، انا هكلمكم عن الموضوع ده ان شاء الله في ثالث محاضره، انتوا ايه اللي انتوا بتجيبوه ده، انتوا بتتكلموا عن حاجه احنا ديننا موجود فيها احسن. احنا ما اختلفناش معاك ان ديننا فيها احسن، لكن احنا بنتكلم في علم بينمي قدرات الشخص، بيفهم الشخص ازاي يتعامل مع عقله. ايه العيب في ده؟ تمام. استاذ عمرو خالد بيقول لنا جميل، كلها حلوه قوي، الشجره بتغير اوراقها ولا تغير جذورها، احنا ما بنغيرش جذور. لو الفرديه بتقول احترام رؤيه الشخص الاخر للعالم، بالظبط اي دين تعليمه احسن من العلم، لكن المهم ننفذ تعليمه ازاي. اصل الدين ده اصله جاي منين؟ من عند الخالق، من عند الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هو مفيش كل اللي احنا بنجتهده ده اكيد هو عند ربنا الاحسن، لكن احنا بنحط استراتيجيه نشتغل عليها ونتعامل بيها مع بعض. علم، العلم ده انا عن نفسي ربطه بالدين وربطه بالاخلاقيات. ليه؟ لان انا لو ربطته بالاخلاقيات وربطته بالعلم يبقى انا بعمل استراتيجيات حياتي. استاذ محمد بيقول الدين هو العلم بالله، طبعا اصلا هذا العلم يقوي ايماننا بالله. عايزه اقول لكم ان العلم ده الناس اللي درسته بره، والناس اللي لما عرفت ان اسلامنا، وهتكلم عن ده بالتفصيل ان شاء الله في طريق محاضره ليا، بيقول احسن واقوى من العلم ده، هم دخلوا الاسلام عن طريق العلم. طيب نكمل الفرد، عشان انا هدي فرديه واحده النهارده او اتنين بالكتير قوي عشان نطبق عليها، وباذن الله المره الجايه. مش ممكن ده، هم فعلا كده يا شيماء، ممكن فعلا ده فعلا كده، وانا هجيب لكم في تالت محاضره هنتكلم عن الهجوم اللي اتحط على البرمجه اللغويه والعصبيه، والاسلاميين اللي حرموه، وفي اسلاميين هجموهم هجمه شديده جدا جدا اول ما نزل لنا بيه دكتور ابراهيم الفقي. وبعدين كل ده تبلور لنا بطريقه مختلفه، ودلوقتي العلم ده بيتعلمه الدعاه بيتعلمونه. بالظبط بالظبط يا شيماء. لو اعتقد، تعالوا نتكلم عن الفرديه دي، لو احنا استغلنا بيها طب هاي يا شمس، والله برافو عليك، اكيد اكيد. هو ما احنا متفقين ان في ناس بتطبق وناس ما بتطبقش، وناس بتسمع وما بتنفذش. باذن الله انا يعني كل مره تحضري فيها الدبلومه هتلاقيها هتغير فيكي شويه بشويه، وكل ما تقري اكتر هتغير فيكي شويه بشويه. تعالوا نطبق الفرضية دي على شريك الحياة. لو اعتقد شريك الحياة ان هو يستوعب الشخص التاني وما يحاولش يغيره، يقبله زي ما هو. يعني لو انا زوج، انا بحب زوجتي زي ما هي، ما حاولش اغير في الاعتقادات والطريقة اللي اتربت بيها، حتى لو هي اتربت بطريقة غلط. لازم اقف ان انا عشان اعدل السلوك بتاعها الاول لازم احبها زي ما هي. ما وافقش على السلوك اللي هي بتعمله، لكن استوعبه وافهم ان الشخص اللي اتربى على حاجه وقت طويل جدا جدا من الزمن، صعب قوي ان انا اغيره بين يوم وليله. لازم الاول يحس بالحب ويحس بالحنان والاحتواء عشان اقدر اغير الشخص اللي قدامي. وانا اعرف ناس فعلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي انا بعتذر عن ال عن قطع ال عن النت. هو الدعم معايا يا جماعة، ينفع نزود مدة القاعة ربع ساعة بس عشان الوقت النهاردة قطع مننا كتير قوي، وانا عايزة اكمل فرضيتين على الاقل.
لو حد من الدعم موجود معايا، لأن القاعة هتقفل، هتفصل ب10، بعد 10 دقايق. الدبلومة 8 محاضرات إن شاء الله. ربنا يخليك يا بسام، مش كرم الكرم ان انتوا موجودين معايا ومع القطع دوت لسه موجودين، يعني انا بشكركم طبعا. طيب استاذه غاده بتقول لنا تم زياده الوقت، خلاص هي ربع ساعه بس. طيب حاضر، يا رب الصوت ما يقطعش ان شاء الله، ادعوا معايا. شكرا لله. احترام رؤيه الشخص الاخر للعالم، بيقول لنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ربوا اولادكم على زمانهم. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش الاب والام، اكيد فينا ابهات وامهات كتير قوي بيربوا اولادهم على زمانهم هم. يعني انا دايما قبل ما ادرس البرمجه وقبل ما ادرس التنميه البشريه كنت بقول لبنتي دايما، انا عندي بنت عندها 11 وبنت عندها 7 وبنت عندها 4، كنت دايما بقول لها انا ما كنتش بعمل كده وانا صغيره، ده انا كنت هاديه، ده انا كنت بعمل الحاجه من غير ما اقول اختي بتعمل ايه. الكلام ده كله غلط، ما ينفعش. ما ينفعش اقول لبنتي انا عملت كذا في زمني، ما ينفعش اقول لابني انا كنت كذا في زمني، انت لازم تبقى كوبي مني. ما ينفعش، الزمن غير الزمن. وانا طلعت نسخه من ابويا، ولا ابن دكتور احمد زويل طلع احمد زويل تاني، ولا ولاد دكتور مصطفى محمود، ولا دكتور ابراهيم الايه، ولا دكتور طارق طلعوا زيه. محدش طلع زي حد، كل واحد فينا، شكرا يا جماعه ربنا يخليك، كل واحد فينا له شخصيته، وكل زمن فينا غير زمن التاني، وعلم كل واحد فينا وامكانياته اللي ربنا ادهاله غير علم التاني. يبقى لازم نحترم رؤيه الشخص الاخر للعالم. لو الشخص ده زوجي لازم احترم ان هو ليه رؤيه مختلفه عني في مصاريف بيتي، هو بيبص او شيء مختلف. لو انت زوج، راعي ان زوجتك ليها متطلبات غير متطلباتك. في عندنا مشكله في المجتمعات الشرقيه ان دايما الزوج بيبص هو مطلوب من مراته ايه عليه، مش مطلوب منه هو نحوها ايه. مطلوب منه هو ان يكون ليه رؤية معينة وهي تشوف الدنيا برؤيته. انا ما ضربتش مثال ببناتي، انا بقول احنا بنعمل ايه. حاضر يا استاذة شمس. ربنا يخليكي، والله انتي كلك ذوق. مطلوب مني انا ان انا اشوف رؤية الشخص الاخر، ان انا اتعامل مع الشخص الاخر برؤيته. الزوجه دايما بيبقى ليها متطلبات مختلفه عن الزوج، لازم الزوج يراعي ده، ولازم الزوجه تراعي ده. لازم تعرف كويس ان انا متطلباتي مختلفه عن متطلباتك، لازم نحترم رؤيه بعض. والقران الكريم يا شيماء بيصف الرسول باوصاف متعدده جدا جدا جدا، لكن مع اوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم وجمال اوصافه وان هو عليه حلاوه طبع وحلاوه كلام، الا انه بيقول ايه: نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار، فذكر بالقران من يخاف وعي. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث رحمه للعالمين لم يعطي له حق إجبار، لم يعط له حق إجبار الناس على اعتقاد الإيمان، وهو رسول وهو المبعوث للناس بيقول لهم ذكر قول. وده اللي احنا المفروض ان احنا نشتغل بيه مع الناس. انا بقول لابني اعمل كذا، انا بقول لزوجي او انا بقول لزوجتي اعملي كذا، لكن انا ما ينفعش اجبر الشخص اللي قدامي عليها. الإجبار وسيلة غير آدمية للتعامل مع الناس مع بعضهم، وسيلة نهى عنها القرآن، ده نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. ذكر ذكر، مفيش مانع ان احنا نتبنى مفاهيم وتصورات وآراء
لرسالة معينة عايزين نوصلها، لكن كلمة إن إحنا هيوصلها إزاي هي دي القصة. لازم أحترم رؤية الشخص اللي قدامي ليها، لازم أحترم رؤية الشخص اللي قدامي والطريقة والمعتقدات اللي اتربوا عليها اللي اتربى عليها. قرآننا بيقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن. تخيلوا إن هو بيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وبيقول له ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإحنا بنتكلم على الفرضية دي. لو أنت اتعاملت مع الشخص اللي قدامك بهوانة وود، أكيد أكيد لازم يتحول. عندي مثال طبقه النبي صلى الله عليه وسلم على الفرضية دي. كان هناك رجل من أحبار اليهود يسمى زيد بن سعنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح؟ طيب هاي. هبتدي هقول القصة من الأول. دخل رجل من أحبار اليهود يسمى زيد بن سعنة. هاجي أنا للضرب يا ليلى، خلينا بس أكمل القصة وبعدين نتكلم. دخل رجل من أحبار اليهود يسمى زيد بن سعنة، وهو من علماء اليهود. دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم واخترق صفوف أصحابه، حتى أتى النبي أزبه من مجامع التوبة، وقال له بشدة: أوفي الدين الذي عليك يا محمد، إنكم قوم بني هاشم قوم تماطلون. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم استدان من اليهود سيف، بعض الدراهم، ولم يحل موعد أدان الدين. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهز سيفه وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: ائذن لي بضرب عنق. اسمعوا بقى الرسول قال له ايه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني موته طبعا يا شيماء. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر، مره بحسن الطلب ومرني بحسن الاداء. فقال اليهودي: والذي بعثك بالحق يا محمد، ما جئت لأطلب منك دين، إنما جئت لأختبر أخلاقك، فاعلم فأنا أعلم أن موعد الدين لم يحن، ولكني قرأت جميع أوصافك في التوراة فرأيتها جميعا إلا صفة واحدة، فقررت أن أبحث أنا بنفسي عن هذه الصفة، وهي الحلم عند الغضب. فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، وأن الدين الذي عندك فجعلته صدقة على فقراء المسلمين. وفعلا اليهودي حسن إسلامه واستشهد في غزوة تبوك. شفتوا قد إيه إن إحنا لو دفعنا الغضب بالحلم هنكسب. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شفتوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما احترم رؤية الشخص الآخر للعالم، هو قال له: أنتم قوم بني هاشم قوم تماطلون. غلط في النبي وغلط في نسله وغلط في نسبه أصلا. احترام رؤية الشخص الآخر للعالم، كل واحد فينا فعلا له منطق بيحكمه، بناء على المنطق ده لازم اتصرف معي. لو انا زوج بتصرف مع زوجتي على منطقها هي مش على منطقي انا. نيجي لتاني فرضية. الفرضية دي لذيذة قوي، من الفرضيات الجميلة اللي انا عن نفسي بحبها قوي، لكن كتيرة قوي ما يعني مش انترست بيها قوي او بتتلخبط فيها كتير، يعني اللي هي الخريطة ليست هي المنطقة. الأول الفرضية اللي فيها في أي سؤال قبل ما أخش على الفرضية دي، عشان أنا أخش على الفرضية دي القاعة تفصل منها بعد ربع ساعة.
بص يا جماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم أنا لما قال أمر بالضرب عند 10 سنين، هو قبليها فيه 3 سنين إحنا بنربي، ما وصلش لمرحلة الضرب ومرحلة إن إحنا نضرب الطفل ونبتدي نتكلم في الطفل قبل إلا بعد ما قاعدة أنا 3 سنين بربي في إبني. إلى جانب إن في بعض الناس قالت إن ده مش حديث صحيح، وإن الضرب مش ما ينفعش يكون وسيلة. فخلينا نتكلم في موضوع الضرب ده، إن هو أنا ما بلجألوش بعد ما بفشل في كل الوسائل اللي أنا بوجه بيها. لكن سادس مرة أعتذر. الفردية، والله في واحد سأل قال هل عرفتوا عن الرسول إن هو ضرب؟ أنا عرفت عن الرسول إن هو ضرب، بس ضرب باستواك فعلا زي ما حد قال لنا، لكن مش ضرب مبرح. بعدين أنا هقول لكم على حاجة يا جماعة، اتعامل مع طفلك من غير ضرب، شوف لما أنت توصل لمرحلة إن أنت تمد إيديك مادة صغيرة عليها يعمل إيه؟ صغيرة بس هتبقى بالنسبة له قمة يعني قمة الإهانة. فالضرب نفسه في حد ذاته، لو أنا ما بضربش 3 سنين بعلمه وأنا ساكت، لو أنا جيت بعد ال3 سنين دول ضربت ضرب يعني ضربة بنتي صغيرة كده خبطة صغيرة، وأنا ما بتكلمش عن بنتي عشان بيقولي بتتكلمي عن بناتك، لو أنا بلاش بنتي، لو انا عندي طفل ما بضربوش خالص خالص وقاعد عمال اعلم فيه اعلم فيه اعلم فيه، وبعدين خلاص طلقت فجيت رحت خبطه خبطه صغيره كده، ده معناه ان انا اذيته بقى اذى جسدي زي ما في ناس بتتكلم عليه. احنا ما سمعناش عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو ضرب، وانا سمعت ان هو ما اعرفش يعني انا مش متذكره بس خبط حد بالسواك كده نوع من التنبيه بس. فحته الضرب لا، انا متفقه مع استاذه شمس بتقول لنا ما طب نهائي، انا متفقه معاها تماما. لا انا معاكي، انا متفقه ما فيش ضرب، مش المفروض ان احنا نتضرب، لكن للاسف يا استاذه شمس في ناس ما بتجيش غير بالضرب بس، دول احنا الحمد لله مش مننا. لا ضرب النساء، انا ضد ضرب النساء تماما، ضد ضرب ان زوج ايا كان الوضع يمد ايده على زوجته. نظرة العين يا سهام يعني سيف بس للي بيفهم. اكيد احنا كلنا ضد العنف تماما، انا ما بختلفش معاك. الضرب ايه هنا؟ انا يعني موضوع الضرب ده يا جماعه يعني لازم نعرفه، ان احنا يوم ما نتصرف ونوصل لمرحله الضرب لازم تكون اللي قدامنا خلاص يعني تتبعنا معاه كل المراحل، والضرب ما يكونش مبرح في الاخر، بس ده خيار موجود وموجود يعني موجود حتى في قراننا وموجود في سنتنا، بس اولا ما يكونش مبرح، تاني حاجه بعد ما اكون وصلت المرحله خلاص تمام. اللي بيضرب هو الاضعف، بس برضه في كل الاحوال احنا ما بنقولش ما بنرجحش الضرب، لكن بالظبط يا شيماء للوجع النفسي بس يعني. طيب نشوف الخريطه لازم فيها منطقه، علشان انا خلاص قدامي 5 دقايق والقاعه هتقفل، وباذن الله المره الجايه ناخد جزء من الفرضيات، واللي بعديها المحاضره اللي بعديها هنتكلم على الهجوم بتاع البرمجه اللغويه والعصبيه والفرضيات، ونكمل بقيه الفرضيات عشان بعد كده نخش في الروابط وما الى ذلك. الهوم ورك بتاعنا انا عندي النهارده فرضيتين، احترام رؤيه الشخص الاخر للعالم والخريطه ليست هي المنطقه. هتجيبوا لي عليها مثال سواء في دينكم، سواء انت مسلم او مسيحي، هتجيبوا لي عليها مثال تاريخي، هتجيبوا لي عليها مثال شخصي. اوكي ده الهوم ورك بتاعنا زي النهارده يا استاذه شمس، الاسبوع الجاي باذن الله يوم الثلاث من 5 ل 7 نيجي لفرضيه الخريطه
ليست هي المنطقة. حاضر يا شيماء، أنا قلت فرضيتين النهاردة، واحدة قلتها اللي هي احترام رؤية الشخص الآخر للعالم. ممكن مثال شخص، عايزة مثال من حياتك على احترام رؤية الشخص الآخر للعالم. أنا جبت لكم مثال، مثال من حياتي ومثال من السنة. أنت هتجيب لي مثال، عايز تجيبه من حياتك ماشي، عايز تجيبه من السنة ماشي، عايز تجيبه من دينك، عايز تجيبه من التاريخ، مفيش مشكلة. وسامعيني يا جماعة، أستاذة شمس بتقول إنها مش سامعين. طيب هاي الخريطة ليست هي المنطقة، كل ده معناه إيه؟ أنا عايز أسألكوا سؤال، كم مرة في حياتك عشت موقف وكنت الموقف ده بعد ما سبته وبعدت عنه قلت يا انا ازاي صرفت غلط في في الموقف ده؟ ازاي؟ ورحمة الله وبركاته. معلش يا جماعة الدعم، زود لنا 5 دقايق، اعملوا المثال اللي انتوا عايزينه يا جماعة. خلينا نتكلم على الخريطة ليست هي المنطقة، لو في دلوقتي هجاوبكم. الخريطة ليست هي المنطقة بمعنى ان الخريطة هي ادراكنا، والمنطقة هي الحياة اللي احنا عايشين فيها. كلنا بتحديات صعبة في حياتنا، النتيجة بتكون ايه عند بعض الناس؟ يقعد يتحسر ويندم ويجيله احباط، وفي ناس تجيلها اكتئاب، وفي ناس ممكن تصاب بالامراض والضغط النفسي والضغط العصبي بسبب التحديات الصعبة اللي احنا بنواجهها والجلطة وما إلى ذلك. بعد مرور وقت، ممكن الوقت ده يكون بسيط وممكن الوقت ده يكون كبير، ومع تغير خبراتنا وتجاربنا بنلاقي إن الموضوع كان أبسط بكتير جدا جدا من إحنا كنا عايشينه. يعني وأنا طالب صغير حصل لي تعثر في مادة أو تعثر في حاجة في الكلية، كنت حاسس إن دي قمة المشاكل. لكن لو أنا بصيت للي حصل في الوقت ده أو لتأثيري في الوقت ده بعد كده، كام واحد فينا وكام عظيم من عظماء العالم قالوا له انت ما تنفعش. كتير كتير جدا جدا. ليه؟ ادراكك في الوقت ده، لو انا خدت ادراك ده وقلت انا فعلا ما انفعش، لو انا كشخص قلت لا الناس صح في الحالة دي، انا هعيش غلط وهقعد اتحسر واحس بالاحباط. لكن لو انا ما صدقتش ده وما عشتش فيه، انا اكيد هبقى شخص متميز. واحنا كلنا دلوقتي العلم بيقول لنا ان احنا ذكاءاتنا بتختلف، كل واحد فينا مهما كان ليه ذكاء مختلف عن التاني. حتى لو الشخص ده معاق، معاق مش معاق جسدي، عنده اعاقه ذهنيه، عنده نوع من الذكاء غيره غير الناس التانية، لو عنده توحد عنده نوع من الزائجة غير التاني. والناس بره في أمريكا وفي أوروبا ابتدوا يفكروا بطريقة مختلفة مع الناس دي، لدرجة إن هما ابتدوا يطلعوا منهم إبداعات مختلفة تماما. فعلا الشخص أيا كان نوعه، هو أيا كان إمكانياته، عنده ذكاء يختلف عن التاني. المعاق يقصد المقصود به الموهوب وليس من يملك اعاقة جسدية. لا، اللي بيملك اعاقة جسدية بنسميه ذوي الاحتياجات الخاصة، مش معاق، ده مش شخص معاق. بس انا بقول للناس عشان في ناس بتعتقد ان الشخص المعاق هو اللي بيملك اعاقة جسدية. لا، اللي بيملك اعاقة جسدية احنا بنسميه ذوي الاحتياجات الخاصة، بس هو محتاج احتياجات خاصة مننا. لو ما بيشوفش محتاج يقرا بطريقة مختلفة، لو ما بيمشيش محتاج وسيلة يتحرك بيها، لكن ده يعتبر ذوي احتياج. اما المعاق ده حاجه تانية. التربيه عامله شغل وعلم النفس مش عارفين احنا نعمل محاضره منهم. طيب نيجي بقى للخريطه، هي ليست هي المنطقه اللي بيسال الخريطه. الخريطه هي ادراكنا، والمنطقه هي الحياه اللي احنا بعيشها. الخريطه احنا دلوقتي بندرك الموقف ده ازاي بشكل مختلف عن الحقيقه بتاعت الموقف ده. عندي مثال يعتبر مثال تاريخي او مثال ديني على حسب ما احنا نصنفه.
في العصر اللي كان فيه عمرو بن العاص بيحكم مصر، كان الوقت ده كانت الأقباط أو النصارى أو المسيحيين هما اللي موجودين في مصر، وكانوا هما اللي بينظموا كل الحياة بتاعت مصر في الوقت ده رضي الله عنه. فلما دخل مصر جم قالوا له: أيها الأمير، إن لنيلنا سنة لا يجري إلا بها. فقال لهم: ما هذه السنة؟ قالوا له: إذا دخلت 16 ليلة من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها، فأرضينا أبويها وحملنا عليها الحلى والثياب أفضل ما يكون وألقيناها في النيل. يعني إيه؟ يعني يروحوا جايبين بنت، طبعا احنا كلنا عارفين ده عن مصر كان زمان كانوا بيجيبوا بنت، ودي عادة فرعونية قديمة، كانوا بيجيبوا بنت ويلبسوها ويهيئوها ويمكيجوها، يعني بالمكياج بتاع زمان طبعا مش بالمكياج بتاع دلوقتي، ويدوا أبويها فلوس، والبنت دي لازم تكون بكر وتكون سليمة تماما ما فيهاش أي حاجة في جسمها، ويلقوها في النيل. عروسة النيل، برافو عليك يا أستاذ محمد. دي كانت عادة المصريين زمان، والعادة دي كانت موجودة، وهم كان عندهم اعتقاد ان النيل مش هيجري الا بالعادة دي. طبعا ده مش من اسلامنا ومش ديننا، ودلوقتي ما نعتبرش من دين اي حد ان احنا نقتد او نغرق حد. فقال لهم عمرو بن العاص ان الاسلام يهدم ما قبله، ورفض ان هو يعمل كده. طبعا انتوا عارفين واحنا متفقين ان دي عند الناس عقيدة، قالوا بس هو مش هيرضى يبقى النيل مش هيجري، يبقى احنا لازم نمشي ونسيب مصر، لان اكيد مصر هتبقى جداء ولا فيها مية ولا فيها حاجة. لما جه الوقت ده كان في بقولة، النيل في الوقت ده بيجري قليل قوي. انتوا عارفين ان طبيعي بفصول السنة منسوب النيل بيقل ويزيد، فلما قال منسوب النيل قرروا ان هم يرحلوا ويسيبوا مصر. فعمرو بن العاص راح باعت لعمر بن الخطاب وقال له: ايه؟ انك قد اصبت. سيدنا عمر رد عليه: ان الاسلام يهدم ما كان قبله، ولكن خذ هذا. وراح باعت له عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطاب، وقال له: القي الخطاب ده في النيل. فلما قدم كتاب عمر بن العاص، اخذ الخطاب وجمع الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح؟ حضرتك المحاضرة بتتعرض إن شاء الله، بتنزل على الدارين. ربنا يخليك والله، وانا يعني مبسوطه ان انا من كل شويه النت بتفصل عندي، معرفش ايه السبب. ما هو انا يا اما اخرج من القاعه يا اما تفصل عندي. الله يخليك، وانا سعيده جدا بيكم وسعيده بتواجدكم معايا جدا. يعني هقول خطاب عمر بن الخطاب، علشان احنا قعدنا الناس معانا كتير والدعم، انا قايله لهم ساعتين فزودنا الوقت، بس معلش اعذرونا واعذروا ظروف النت اللي احنا مش بإرادتنا. الخطاب كان بيقول: من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، الله الواحد القهار هو الذي يجريك، فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. ثم ألقى البطاقة في النيل قبل يوم الصليب، اللي هو اليوم اللي المفروض إنه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ طيب انا بعتذر يا جماعة، بس خلاص احنا خلاص خلصنا المحاضرة النهاردة. انتوا سمعتوا معايا الخطاب بتاع عمر بن الخطاب، بعد ليلة واحدة من هذا الخطاب اجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة، فقطع الله تلك السنة السوء عن أهل مصر إلى هذا اليوم. تعال دلوقتي فكرتنا دلوقتي بنبص للموضوع ده ازاي. ادركنا دلوقتي للموضوع ده واحنا كلنا مثلا، يعني مثلا عدد فينا كبير مصريين. خلاص انا خلصت المحاضرة، يعني احنا اللي هنتكلمه دلوقتي في العشر دقايق احنا هنعيد الهوم ورك ونقول احنا قلنا ايه النهاردة. خلاص احنا خلصنا يا استاذ مصطفى. يا رب المحاضرة الجاية ان شاء الله الدنيا تبقى احسن من كده. ادركنا في الوقت ده كان ايه؟ احنا لو احنا موجودين في الوقت ده كان بالنسبة لنا قمة المشكلة، اللي هو مش هنرمي البنت الصغيرة في النيل. لكن احنا في وقتنا ده اكيد بنبص للموضوع ده ازاي، كانوا ما هو ده يعتبر وقت للبنات بغض النظر عن منطق العرب في الوقت ده. اكيد ده كان اكيد بالنسبه لنا الموضوع يا ازاي يغرقوا البنت في النيل مهما عملوا فيها، مهما رضوا ابنائها ابائها. فادراكنا للموقف بيختلف باختلاف الزمان والمكان. الحياه حاجه وادراكنا للشيء بيختلف في حاجه. ودكتورنا ابراهيم الفيا الله يرحمه قال لنا ايه؟ اوقات نشعر فيها انها النهايه ثم نكتشف انها البدايه. هناك ابواب نشعر انها مغلقه لكننا نكتشف انها المدخل الحقيقي. الله يرحمه ويرحم امهات المسلمين جميعا. في سؤال عندنا في الـ في الـ في الفرضيات دي، لو عندكم اي سؤال اسالوني، ولو الدعم انا بعتذر يقدر يزودنا 10 دقايق اعمل لكم جلسه استرخاء، ولو انتوا عندكم استعداد مفيش مشكله. الدعم موجود؟ عندكم استعداد؟ ماشي. طيب دعم بس يقولي ان هو زود الوقت علشان مفصلش في النص والناس. طيب شكرا يا استاذ محمد. ايمان دوت ايداتا، اي مثال، اي مثال انت عايزاه، عايزه تطبقيه على تاريخ، على حياه شخصيه. مثال كويس او وحش مش مشكله، ما انا قلت لكم مثال كويس ومثال وحش. المطلوب ان احنا قلنا فرضيتين النهارده، احترام رؤيه الشخص الاخر للعالم، والخريطه ليست هي المنطقه، وانا جبت لكم عليها مثال. طيب اقرا السؤال. حاضر شيماء، معلش انا الشاب بتتحرك قدامي على طول، انا بعتذر لو انا ما قريتهاش. اطلع تاني، اطلع اشوفه، معلش انا كمان النت بتفصل معي. اطلع اشوفه يا شيماء. حاضر. ايوه مثل كويس ولا وحش؟ ما هو انا قلت لك يا شيماء مثل كويس او وحش زي ما انت عايزه. فوقه. حاضر يا شيماء، اتفضلي يا سهام، مفيش مشكله، انا فعلا طولت عن الميعاد. اطلع فوق يا شيماء. حاضر.
طب بصي يا شيماء معلش اكتبيه عشان انتي كاتبه حاجات كتير فانا هقعد ادور، معلش اكتبيه اخر مره كده، لقيت اخر مره. ممكن الامثله مشكوره جدا يا استاذ، شكرا يا استاذ موسى وشكرا لحضور حضرتك وشكرا اللي بيحضروا معايا كلهم. ربنا يخليك يا استاذه شمس، انا سعيده جدا ان انت بتحضري معايا المره التانية. ممكن تبعتها لي على الفيس او بعتها على الجروب، بس عشان ابقى عارفه مين بعت لي، يعني انا بفضل على الايميل، انا بعت لكم الايميل. إيه اسراء انا هاجي الحته اللي انت بتتكلمي فيها دي. الله يخليك يا استاذ موسى، انا هاجي، هي فرضيه عندي اللي انت بتتكلمي فيها دي، عندي فرضيه هنجي لها. ممكن الصفحه الشخصيه، حاضر. المثال الشخصي نجيبه على مثال شخصي كان بيتصرف غلط، ولا نجيبه في مثال شخص في شيء كويس كنا بنطبق فيه اللي اخدناه كويس بالفعل. ما انا قلت لك عايزه تجيبيه على ده هتجيبيه، او عايزه تجيبيه على ده تجيبيه، يعني يفضل طبعا ان احنا نتكلم على حاجه صح. انا عارفه والله، شكرا ليكي يا استاذه شمس والله، وانا سعيده جدا بحضورك ليا، يعني مش متخيله دوت بيسعدني ازاي. طيب استاذ عمر هنكتبه لك على الجروب. احنا قلنا فرضيتين، الخريطه ليست هي المنطقه واحترام رؤيه الشخص الاخر للعالم، صح؟ انا جبت لكم مثال، المثال بتاع رؤيه الشخص الاخر للعالم اللي هو بتاع سعد بن سعمه، والمثال بتاع الخريطه هي ليست هي المنطقه هو مثال اللي انا اتكلمت عن المصريين وان هم كانوا بيجرأوا البنات الصغيرين في وقت خوف من جفاف النيل. عايزاكم تجيبوا مثال، اي مثال انتوا عايزين. شيماء قالت لي ممكن نجيب مثال حلو او وحش، خلينا نجيب مثال كويس، احنا عايزين حاجة مثالية. الخريطة ليست هي، وانا ما جبتش غير فرضيتين. التقاليد بتتغير على حسب الظروف، اه طبعا التقاليد ممكن تتغير على حسب الظروف. احنا دلوقتي فكرنا زي فكر الناس زمان؟ ايوه، ما هو بس انا شرحتها يا استاذ محمد، قلنا الخريطه هي ادراكنا، اصل هي دي فرضيه، فانا ما ينفعش اترجم الفرضيه، بس عشان كده انا شرحتها. الخريطه ادراكنا، والمنطقه هي الحياه اللي بيعيشها، ادراكنا بيتغير لكن الحياه ما بتتغيرش. التقاليد بتتغير من وقت للتاني، يعني في الوقت ده كان لينا تقاليد، النهارده لينا تقاليد، نظرتنا للتقاليد دي بتتغير، صح؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه. ايوه بالظبط، فرضيتين، هنجيب على فرضيتين. الله يخليك يا استاذ شيماء. استاذ موسى انا قلت لحضرتك انا جبت مثال، ما انا عايز اعمل استرخاء يا ليلى. طب اعمل استرخاء ولو فضل وقت هجيب لك، هقول لك المثال تاني. اوكي يا استاذ موسى، اجيب بس عشان بس كمان الناس عايزه تستأذن. نعم نعم انا سامع حضرتك، ما انا قلت اي مثال والله، انا اي مثال انت هتجيبه انا ما عنديش مشكله، اي مثال، وانا لو انا حاسه ان المثال مش مناسب او المثال مش منطقي هقول لك لا ده مش منطقي. مثال زي اللي انا قلته، مثال مختلف،
زي لو انت مشابه يعني. بشوف الناس الشاطرة هو بعت الواجب على طول. طب ما شاء الله، انت مركز معايا ولا مركز مع الواجب؟ ربنا ييسر الحال. انا خلي انا هخلص الدبلومه، لسه انا ما اديتش ممارس، نخلص الدبلومه بس ونشوف بعد كده ان شاء الله هنعمل ايه. ربنا ييسر. حاضر يا دكتوره حنين، حاضر ان شاء الله، ربنا ييسر. انا بجيب بس الصوره اللي هنعمل بيها الاسترخاء. He will be first class. ايوه صح كده. طب انا هجيبها من على ال هفتح بورد جديد. انا ما دخلتش في التالت يا دينا، انا ما اديتش غير فرضيه النهارده. هنعمل ايه في الاسترخاء؟ ركزوا معايا يا جماعه، ويا ريت لو تقفلوا الموبايل، لو موجودين في مكان فيه نويزي ما يفضلش خالص. هتقعد وبشكل مريح، يفضل المكان مقفول مفيش مشكلة. هتقعد بشكل مريح، يفضل انت حاطط ايدك على ركبك، على ركبتك الاتنين، ومرجع ظهرك لورا. ممكن فوق الكرسي طبعا. مش مشكلة فوق الكرسي. ايه واقف ولا يعني؟ استرخاء من ديني. هنقعد براحتنا خالص، ايديك الاتنين على ركبك ومرجع ظهرك لورا، او اقعد بالشكل اللي يريحك ومسترخي تماما. هقول لكم هنعمل ايه وبعدين ننفذه. هناخد نفس على 8. ازاي؟ وبعدين نوقفه على 2، وبعدين نطلعه على 8 بالراحة جدا مرة، وبعدين هنعمل نفس التمرين، وبعدين هنعمل نفس التمرين تالت، وبعدين هنقعد في المكان الجميل ده. انتوا شايفين الصورة نزلت؟ بنطلعه على 8 برضو براحة جدا. الصورة واضحة؟ 8. هناخد النفس على 8 وبعدين نوقفه على 2 وبعدين نطلعه على 8. مفيش صورة؟ طيب خلاص، تخيلوا نفسكم قاعدين في بحر، في مكان، في شط على بحر. تغمضوا عينيكم، وبعدين هنقعد في المكان ده شوية نفكر، وتسمعوني وانا بتكلم بالراحة. لا لسه الغرفة البيضاء دي نخليها التمرين الجاي يا خالد. يعني ايه نطلعه على 8؟ طيب انا افهموا مني التمرين وبعدين هنعمله. اوكي، احنا النهاردة يا خالد هنقعد على الشط الجميل ده. طيب هاي،
معلش تخيلي ان انتي قاعدة على شط فيه مية وخضرة. انا فعلا وطيت الصوت علشان اتكلم بالراحة. انتوا فهمتوا التمرين كويس قبل ما ابتدي فيه؟ هناخد النفس 8، نوقفه على 2 ونطلعه على 8 3 مرات، وبعدين هنقعد في المكان الجميل ده شوية نفكر وانتوا سامعيني، بعدين هناخد النفس تاني على 8 ونوقفه على 2 ونطلعه على 4، مرة 2 3، وبعدين نبص لمين ونبص شمال، وبعدين نكمل كلامنا. مش مشكلة الصورة بقى هي مش ظاهرة عندك، بس الناس بقيت الناس شايفاها. هنبتدي نعمل تمرين الاسترخاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النفس على 8 وانت مسترخي خالص، هنوقفه على 2 وبعدين هنطلعه على 8 بالراحة. هناخد النفس تاني على 8، نوقفه على 2، نطلعه على 8 تاني. هناخد النفس تالت مرة على 8، نوقفه على 2، نطلعه على 8. هنقعد في المكان الجميل ده، هنقعد على الشط في مية في خضرة، قاعدين لوحدنا تماما، الطريقة اللي مريحانا. ممكن أكون ممدد على الشازلون، بفكر في نفسي، بفكر في أعماق نفسي. مسترخية تماما، مسترخي تماما، بسترجع كل التجارب الجميلة اللي عدت عليا في حياتي. ما بفكرش غير في أي حاجة حلوة، بحس بنسمة الهوا وهي معدية على وشي، بستمتع بجمال المنظر وأنا مغمض عيني، بتخيل الهوا اللي موجود في المكان اللي أنا موجود فيه. بسترجع مواقف كتيرة قوي حلوة عدت في حياتي ومركزة فيها كويس قوي. عيش الاسترخاء تماما، ركز في الحاجات الحلوة بس، أي فكرة تانية بعيدها عن دماغك، ما تفكرش فيها دلوقتي. هعد 3 دقايق مع نفسك، بتستمتع فيها بالمكان اللي انت قاعد فيه دلوقتي وانت مسترخي تماما في مكانك، والهوا الجميل بيعدي عليك. استرجع الأفكار الحلوة اللي عدت عليك في حياتك، الإنجازات اللي ممكن تكون عملتها، الفرحة اللي جت في قلبك. وانت مغمض عينك قد ايه الدنيا جميلة، وانا دلوقتي شايفها جميلة، وانا مسترخي تماما في المكان الجميل ده بستمتع بيه.
مغمض عيني جو جميل جدا جدا ونسمة الهوا حلوة أوي أوي وأنا بسترجع كل حاجة حلوة في حياتي. هقوم أقعد في مكاني هاخد نفس هاخد النفس عن 8 قيسه على 2 طلع قوة على 4 هاخد نفس تاني على 8 هقيسه على 2 وهطلعه على 4 بقوة هاخد نفس لتالت مرة على 8 هقيسه على 2 هطلعه على 4 هبص يمين وهبص شمال سنين خليك نايم. لو انت لسه مركز ومستمتع خليك مستمتع لحد ما تحس ان انت خلاص عايز تطلع من الحال. اللي يا جماعة قدر يعملها ونجحت معاه وحس بجزء من الاسترخاء يكتب لي 1. شيماء قالت لي اوكي، محمد قال لي اوكي كده 2 2 واحد 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 ماشي. محمد قال 2 عايزة تنامي ده هي اللي احنا كده نجحنا. طيب الحمد لله احنا بنتكلم في 70% عرف يعملها. بصوا يا جماعة طيب الحمد لله. طبيعي جدا ان التمرين ده في بدايته هيبقى فيه تشتت. التمرين ده نوع من التمرين للاسترخاء. انا هعمل لكم تمرينات تانية كتير ان شاء الله في كل محاضرة. التمرين ده من التمرينات اللي بتفضي دماغنا. من الصعب في الاول ان انا انفذه، بياخد مني وقت كبير عقبال ما بعرف اوصل للحالة دي، بس خليكم تعملوه في اليوم على الاقل قبل ما تناموا 5 مرات. معلش ممكن ما تعرفش تركز كويس بداية، لكن ان شاء الله المرة الجاية هتركز اكتر، بس حاولي تعملي كده 5 مرات قبل ما تنام عشان تفضي ذهنك وتفضي تركيزك وتعرف تنام باسترخاء. يفضل 5 مرات كل يوم، ولو قدرنا نعمله الصبح نعمله، ولو قدرنا نعمله بالليل نعمله. ولو انت حاسس دلوقتي او في اي وقت بعدم تركيز شديد وبلخبطة جامدة جدا جدا، ادي فرصة لنفسك تعمل التمرين ده. 8 2 8 ده بيديني استرخاء، 8 2 4 عشان ابتدي اخرج من الاسترخاء، بطلع 4 بقوة عشان ابتدي احس بطاقة ونشاط. لما بعمل 8 2 8 بيديني استرخاء، لما بعمل 8 2 4 بيديني نشاط. 8 باخد النفس على 8، يعني انا بعد 8 وانا باخد النفس، وبعدين بوقف النفس جوه صدري مرتين وبعدين بطلعه على 8. التمرين ده على فكرة بيعملوه في السباحة، بس ما بيتعملش بالطريقة دي، بس دايما في السباحة عشان يقوي نفسك ويقوي الرئة بتاعتك ويقوي أعضائك. بالظبط، هو أشبه بتمارين اليوجا. كل التكنولوجيا اللي احنا شغالين بيها دي كلها ويوجا وريكي والأسامي بتاعت اليونانيين والصينيين والكلام ده في الاسترخاء. واضح كده؟ التمرين ده من التمارين المهمة جدا جدا وهنعمله ان شاء الله المرة الجاية مرة او مرتين. الله يسامحك يا دكتورة، لسه هحضر محاضرة الثقة بالنفس ومن دلوقتي. لا لا لا، اعملي التمرين يا شيماء، ربنا يسامحنا كلنا. اعملي التمرين وطلعيه بقوة. شكرا يا سعاد. اعملي التمرين طلعيه بقوة هتفوقي.
انت واضح ان انت عامله رابط لنفسك على فكره. انا ما عارف التمرين اقوله تاني يا محمد قصدك يعني. بالظبط يا شيماء، وليكي والتايشي. بناخد النفس على 8 ونوقفه على 2 ونطلعه على 8 بالراحه جدا 3 مرات، وبعدين بنحاول ناخد فتره استرخاء كده مع نفسنا 3 دقايق او 10 دقايق ولو اكتر مفيش مشكله. بتحس ان انت موجود في المكان اللي انت بتحبه، وبعدين بتطلع من الحاله دي ازاي. بتاخد النفس تاني على 8 وتوقفه على 2 وتطلعه على 4. لسه ما بدات المحاضره؟ لا المحاضره بخلصت يا بسام. 3 مرات، وبعدين نبص يمين ونبص شمال عشان نخسر الحاله اللي احنا دخلنا لها. طيب احنا انا لا انتوا هتروحوا محاضره الثقه ان شاء الله وانتوا في قوه ونشاط، بس اعملوا التمرين وطلعوا على 4. واضح يا محمد كده؟ انا عارفه، ما انا بقول لك روح محاضره الثقه مفيش مشكله. هنتكلم عن الحته دي يا ياسمين، هنتكلم عنها يا حبيبتي. لسه 4 8 مش فاهم. طيب حاضر يا محمد، هقول لك تاني. احنا في الاول عشان نخش في حالة الاسترخاء باخد نفس على 8، اسمعني كده، وبعدين انا اوقفه جوه جسمي على 2، اوقف النفس خالص على 2 وبعدين اطلعه على 8 3 مرات. بعدين بتخيل ان انا قاعد في مكان هادي على بحر في جنينه، المكان اللي انت بتحبه، لمده 10 دقايق او 3 دقايق على حسب ما وقتك انت عايز تقعد. وبعدين بخرج من الحاله دي ازاي. اخد النفس على 8 اوقفه على 2 اطلعه على 4 بقوه 3 مرات، وبعدين ابص يمين وشمال بخرج من الحاله اللي انا عايزها. اتفضل يا استاذ عمرو، وانا كمان هخرج وهننهي المحاضره، مفيش حاجه تاني. بناخد النفس من الانف ونخرجه من الفم واحنا قافلين الفم. بناخد النفس من الانف ونخرجه من الفم. تمام كده يا استاذ محمد، وضحت؟ 3 مرات. 8 2 8، وبعدين بخش في حالة الاسترخاء، وبعدين باخد النفس 8 2 4 عشان اطلع من حالة الاسترخاء، وبعدين ابص يمين وشمال. هنعملها بطرق مختلفة المرة الجاية كل مرة. جزانا وإياك. حاضر، انا هبعت، انا هحط لك الميل. حاضر دلوقتي. ايه يا استاذ احمد سؤالك ايه التاني؟ استاذه مهيره كتبت الايميل، وده الفيس بتاعي. هنزله على الجروب، هنزله على الجروب بتاع الدارين. إيه كيف على 8 وعلى 2؟ لا انا باخد النفس على 8 من مناخيري، بوقفه جوه رئتي، وبعدين اطلعه على 4 او اطلعه على 8 لو انا عايز استرخي من بقي. باخد النفس من مناخيري واقفه. معلش عشان هو التمرين اونلاين. طب انا اقول لك حاجه على حاجه يا استاذ احمد، المره الجايه ان شاء الله هجيب لك فيديو عليه النفس وهو دكتور ابراهيم بيعمله، ايه رايك؟ وانا بعد 8 جوايا. ايش هي 8؟ 8. خليني انا المره الجايه هجيب لكم تمرين النفس بيعمله دكتور ابراهيم الفقي، ماشي؟ هحطه لكم ان شاء الله، ان شاء الله بدايه المحاضره يا رب افتكر، بس ان شاء الله، عشان انا خلصت النهارده، الناس عايزه تخلص وفي محاضرات تانية والقاعه خلاص هتقفل. جزانا واياك، ربنا يخليك، ونكمل الفرضيات وننتظر الهوم ورك بتاعكم باذن الله،
وشوفكم المرة الجاية إن شاء الله في نفس ميعادنا من 5 لـ 7. الله يجازيكي خير يا حبيبتي، ربنا يخليك، ربنا يخليكي يا بتول. جزانا وإياك يا أستاذ محمد، أستاذ خالد، أستاذ يوسف، وأنتي من أهلي يا أستاذة ريحانة. شكري لله. ابعت على الفيس بس يفضل ان انت تبعت لي على الميل بتاعي عشان انا عندي مشكله على الفيس. نشوفك على خير يا استاذه سعيد. على فكره انت اسمك على اسم مامتي. يلا الله يخليكم، ازاي حاسسكم جميعا يا رب. الله يخليك، شكرا لله يا استاذ صلاح، جزانا وياك. طبعا ابعت عن طريق ياهو، عن اي، عن طريق اي الفرضيات يا استاذ هشام. صح تمام، شكرا يا استاذه شيماء. روحي بقى محاضره الثقه بالنفس. الله يخليكي، وانا بحبكم كلكم في الله، جزانا واياكم. اكيد انتوا ناس متميزين جدا عشان قاعدين تسمعوا معايا المحاضره، وباذن الله تستفيدوا ان شاء الله. لا لا انت صاحيه ان شاء الله، قولي لنفسك انت صاحيه، هتستوعبوها تماما بعد التمرين ده. فصلتوا ليه يا جماعه؟ ده التمرين دوت يعني الواحد بيعمله يفوق. الدعم بيقول محدش نازل اي لينكات خاصة. ما انا بقول لا اروح وانت فايق. الله يخليك يا شيماء، اشوفكم التلات الجاي ان شاء الله. هادية مش باردة، عشان الكلمة باردة دي عندنا. انا وياك يا استاذ خالد، لا يعني لما نقول اعصاب بارده يبقى شخص بارد يعني، ما بقاش هي عند الاسكندرانيه مألوفة قوي. لا لا ما فيش غلط ولا حاجه ابدا. احنا بنقول اعصاب هاديه. شكرا يا استاذ محمد، ربنا يخليك. الايميل، الايميل كتبت الايميل اهو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم باذن الله الاسبوع الجاي في نفس ميعادنا. الله يخليك، سلامي ليكم كلكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.